هل أنت مستعد لبعض المراحي أيها الدب؟ مرحى، تستطيع القفز عالياً. أو لا، ماذا؟ ماذا فعلت؟ أنا متوحشة. آني؟ أمي، شاهدي ما حدث لدبي. أوه، لا تقلقي، أعرف ما يجب فعله. لا أحتاج سوى لشريط لاصق شفاف. سأقص قطعة صغيرة ثم ألونها بقلم وردي. أريد تغطيتها بالكامل، وبعدها سأضع شفاطة في منتصف الشريط اللاصق. والآن سألف شريط اللاصق حول نفسه، بعدها سأنفخ في القشة. أصبحت فقاعة مثالية. سأضغط على طرفها حتى أحكم الإغلاق، وقد صنعت فقاعات بأحجام مختلفة. يمكنني الآن لصقها معا. سأستخدم قلم تصحيح للرسم على شريط اللاصق، وسأبدأ بالدائرة الكبيرة ثم ألونها من الداخل، وبعدها سأرسم العينين ثم الأنف والفم. سيكون شكله لطيفا للغاية، وسأثبت أذنين من الورقة الأعلى. أوه، تأمل جماله، كم هو طري ومحبوب. أوه آني، شاهدي ما صنعته. واو، كم هو جميل، أريد عصره فحسب. تفضلي، لكن ليس بقوة. فيو، أنت أعز أصدقائي، هيا لنلعب. على الغداء اتفقنا، أراك قريبا إلى اللقاء. أين حقيبتي؟ سأثبت لافتة هنا. أنا جاهزة لاستقبال الزبائن. لدي عميلة. مرحبا يا أمي. ماذا؟ مرحبا يا كلوي. أهلا بك في متجري، هل رأيت شيئا أعجبك؟ ليس لدي وقت لهذا. تريدين 34 دولارا مقابل تلك اللعبة؟ لا لا بأس، لدي الكثير من السلع الأخرى. ماذا لديك هذه المرة؟ طائر فلامينغو، إنه لطيف. هذا مغرين، ولكن لا شكرا عزيزتي، أحاول العثور على حقيبتي. لدي الحقيبة المناسبة، لقد وصلتني اليوم. هذه حقيبة يدي، مرريها لي. ليس بالمجان، ليس لدي أي نقود. لن تحصلي علي في هذه الحالة، أريد مالا. ولكن حسنا، سأجاريك، انتظري عندك. أحتاج شيئا من الحقيبة فحسب. أوه، كم هي لامعة. لكن لا يا أمي، لا أقبل سوى النقد. أنا في عجلة من أمري يا كلوي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ مهلا، خاطرت لي فكرة. نعم، أظن أنها ستنجح. سأحتاج لهذين القفازين وهذا الصندوق، وسأعود على الفور. سأبدأ بقص الصندوق إلى عدة أقسام، وسأحتاج إلى مسدس الغراء أيضاً. سأضع خطاً رفيعاً من الغراء بطول هذه القطعة، هذه كمية كافية. وبعدها سأثبت القطعة فوق المستطيل الكبير. سأضغط عليها لأسفل لأتأكد من التصاقها، ثم أكرر العملية نفسها مع بقية القطع. وستحتوي القطعة الطرفية على فتحات صغيرة داخلها. بعدها سأحتاج إلى شريط ورقي، سألفه حول نفسه. أريده أن يكون ثابتاً ومحكماً. سأترك جزءا صغيرا دون لفه حتى أمرره داخل واحدة من الفتحتين. يبدو هذا جيدا. سأضع الغراء بطول حافة قطعة الورق المقوى المربعة. يساعدني أنني أرتدي هذين القفازين. سأثبت هذه القطعة على الصندوق، وهي أصغر منه قليلا، لكن هذا الحجم هو جزء من الخطة. حان وقت القطعة الأخيرة. سأضع الغراء على ثلاثة من جوانبها فحسب، وسأثبتها بزاوية مائلة. أنا راضية عن هذه النتيجة. حان وقت تزيين الآن. سأضع الغراء على كل الحواف، ثم أغطي الصندوق بورق أسود اللون. لا أريد أي تجاعيد. وسأترك جزءا إضافيا صغيرا لتغطية القطعة الخلفية، وبعدها سأضيف الورق المقوى الأبيض. وبهذا سأحصل على شاشة العرض ولوحة الأزرار. سأترك مسافات متساوية بين الأرقام، وأحتاج الآن إلى بطاقة ائتمان. فيو، لقد تم قبولها، وستخرج الفاتورة من الأعلى. أتمنى أن تعجبك لوي، لنكتشف ذلك. أحم، هل تقبلين البطاقات الآن؟ واو، كم هذا رائع. يحتاج كل متجر إلى آلة لدفع بالبطاقات. لقد بدأت تجارتي تتوسع. أيمكنني شراء الحقيبة الآن؟ ماذا؟ أو بالطبع، كنت أمل أن تقولي ذلك. سأضع البطاقة هنا ثم أضغط لإتمام الشراء. سررت بالتعامل معك، تفضلي. أخيرا، يمكنني الخروج الآن. ما هذا؟ كيف سقطت تلك البطاقة؟ أو هل هذه مسحة؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ إنه العرض وطلب يا أمي، أنصحك بتجهيز بطاقة ائتمانك. بروم بروم، يا لصرير الإطارات. بيب بيب، لقد كان الاصطدام وشيكا. ابتعد عن طريقي، لا يمكن لشيء إيقافي. لا 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 لا، أنظف الغرفة بالمكنسة. أشعر بحيوية كبيرة، هل هناك ما هو أجمل من ذلك؟ لحظة واحدة، لندعس البنزين. كيف أصبح المنزل في هذه الحالة من الفوضى؟ ماذا؟ لقد توقفت المكنسة عن الشفط. ما مشكلتها؟ لا أفهم السبب، إنها لا تعمل. كم هذا غريب، ما الذي حدث؟ أوه، كان يجب أن أتوقع هذا. مرحبا يا أمي، لننطلق. حقا يا كلوي، هذه مكانها في النفايات.
أوه، دائما ما تفسدين متعتي. لكن بعد التفكير مليا، هذا ليس عدلا. مهلا، لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لدي فكرة، سأقص علبة البيتزا إلى عدة أجزاء، وبعدها سأحضر مسدس غرائي. سأبدأ بهذه القطعة وسأضع الغراء بطول حافتها. هذا يكفي، ويمكنني الآن لصقها بهذا المستطيل الكبير. سأكرر العملية على الجانب الآخر، وقد أحضرت شريطا طويلا من الورق المقوى، وهذا سيتيح لي طي الورق المقوى وتشكيله. سأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه. يمكنني وضع هذه جانبا الآن، وقد صنعت فتحة في غطاء المشروبات الغازية. سأمرر شفاطين عبره، أريد أن تكون القياسات مضبوطة ولا أريد أي فراغات، ولهذا سأستخدم مسدس الغراء لتثبيته. سأمر بغراء حمل الجزء الخارجي من الغطاء. لقد صنعت فتحة صغيرة في الجزء العلوي من الورق المقوى، ويمكنني تمرير شفاطين عبرها ليخرج من هذه الفتحة. وبعدها سأحتاج المزيد من أغطية المشروبات الغازية. سأمرر عودا خشبيا داخل الشفاط، ويجب أن يكون الشفاط أقصر من العود الخشبي قليلا. وسأضع غطاء المشروبات الغازية على كل طرف، ثم أستخدم الغراء لتثبيت كل شيء في مكانه. لنجربها. واو، شاهدوها تنطلق. سأثبت العجلات أسفل الورق المقوى، أضيف بعض اللمسات النهائية كالأضواء والنوافذ. وبعدها سأضع هذا البالون فوق غطاء المشروبات الغازية. سأنفخ البالون، وقد حان وقت تجربة القيادة. انتبهي. ماذا؟ ما هذا؟ واو، إنها رائعة. كنت واثقة أنها ستعجبك. أشكرك يا أمي. على الروح بوساطي عزيزتي. كم أنا متحمسة لتجربتها. أعتقد أنها جاهزة. شغلي محركاتك. يا لها وعلا، قد حركتها. كم هي سريعة. أولى أولى، ستصطدم. ويحي، عذرا يا أمي. آمل أن يكون لديك تأمين. كان يجب أن أفكر في ذلك من قبل. لنفعلها. كم هذا حماسي. استمري يا أمي. قد تكون الأبوة والأمومة من المهام الصعبة، ونحن ندرك ذلك، لكننا هنا للمساعدة، ولهذا ابتكرنا بعض الحيل الرائعة لتسهيل حياتكم. لا داعي لشكرنا، فهذا هو واجبنا. أحب هذه الدرجة من أحمر الخدود. أوه، هناك من يتصل بي. من الأفضل أن أجيب. مرحبا. أوه، أهلا. حقا؟ لا أصدق ذلك. باب باب. أوه، أمي تتحدث في الهاتف. أريد فعل ذلك. ها؟ لا أصدق ذلك. كان عليك أن تأتي. حسنا، لنتحدث لاحقا. أوه، إلى اللقاء. كم أنا بالغة، لكنني أحتاج إلى هاتف حقيقي. لا يجب أن أفعل ذلك، لكنني أعجز عن المقاومة. إنها الجريمة الكاملة. أوه، ها هي فتاتي الجميلة. لقد أمسكتني. تراجعي تراجعي. لن أستسلم. بهدوء. أوه، تحتاجين إلى القليل من البودرة يا آني. ستشعرين بدغدغة. هذا لطيف يا أمي. حسنا، سأفعل هذه المرة. أوه، هل تريدين عناقي؟ كم هذا لطيف، أحتاج للعناق. نعم، هذا ما كنت أفعله بالضبط. أصبح الأمر سخيفاً. يجب أن تتجهز أمك للخروج. لن أصل إلى ذلك الهاتف مطلقاً. أبدو جيدة، سأحضر قفازي الآن. أها، إنه الإله المثالي. يجب أن أتحرك بسرعة. يجب أن أتناول الغداء معاً بالتأكيد. ها هو قفازي. ما نعمة. أنا موافقة. ويحي آني. لا، سأنقذك يا هاتفي. واو، كيف فعلت ذلك؟ لقد خاب أملي فيك يا آني. آسفة يا أمي. لا يمكنك اللعب بهاتفي. مهلا، قد لا تكونين مضطرة لذلك. فقد خطرت لي فكرة رائعة. هذا الصندوق هو كل ما أحتاجه. حان وقت العمل. سأبدأ بمربع صغير من الورق المقوى، وسأرسم عليه رسما سريعا. هذه هي الحدود الخارجية للهاتف. أشعر أنني فنانة كبيرة. والآن سأضيف بعض التفاصيل. ها هي الأزرار. الأمور على ما يرام حتى الآن. وبعدها سأرسم الشاشة، ثم أكرر عملية نفسها هنا. هذا هو الجانب الآخر للهاتف. أنا سعيدة لأنني أتمتع بيدين ثابتتين. أحتاج الآن لتفريغ أجزاء الهاتف. كان هذا سهلاً. سأقلب هاتين القطعتين. أحتاج لمسدس الغراء في الجزء التالي. سأضع الغراء بطول الحافة. لا أحتاج كمية كبيرة. لدي الآن قطعة من الورق المقوى المموج. سألصقه بالغراء، وسيمثل الجزء الجانبي للهاتف. سألفه حول الهاتف بالكامل بهذا الشكل، وسأضع قطعة من الورق المقوى في الأعلى. سأكرر العملية مع بقية القطع. بدأت الملامح النهائية في الظهور. يجب أن أثبتهما معا. لدي مفصلة معدنية صغيرة ستفي بالغرض. سأثبته على الجزء الداخلي من الورق المقوى. ها
حتى تساعد في فتح وقفل الهاتف، وهذا يحدث مع الهاتف الحقيقي بالضبط. أحتاج الآن لتنوين الهاتف. سأستخدم قلم تصحيح لهذه المهمة، وبعدها سأمر على الحواف بقلم التحديث الوردي، وسأكرر العملية على الجانب المقابل. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق هذه الهيرة اللطيفة به، وصنعة فتحة لمكان الشاشة. سأضع صورة داخلها. أعتقد أنني انتهيت. كم أنا متحمسة لعرضها على آني. شاهدي ما صنعته. لنكرر المحاولة. مرحبا، أتريدين الحديث إلى آني؟ واو، لا أصدق ذلك. صنعته من أجلك. أنت تمزحين. واو، كم هذا رائع. لدي مكالمة مهمة يجب أن أجريها. يستحسن بهم أن يجيبوا على اتصالي. مرحبا يا آني. لن تصدقي ما حدث اليوم. ستضحكين. أخبريني بالتفاصيل. ظننت أن حريتي البحر ستكون أكثر متعة. أمي. لا يبشر هذا بالخير. أمك آتية. كلوي، ماذا يحدث؟ أخبري أمك. هذه نومة مملة. انتظري هنا. ها، ما هذه؟ جربيها. يبدو هذا ممتعا. تعالي هنا أيتها البطة. ما كل هذه الألوان؟ سأعتاد على هذه اللعبة. لابد أن تشغلها تلك اللعبة لبعض الوقت. ثم أضع البطة في الأعلى. أهذا كل شيء؟ أمي. هل تمزحين؟ أريد القراءة فحسب. ماذا تريدين الآن؟ لقد أنهيت الأحجية. واو، أنت عبقرية. سأحضر لك شيئا آخر. تفضلي. استمتعي بوقتك وخذي وقتك بالكامل. وهذا ما كنت أريده. يجب أن أطبق صور ببعضها البعض. ما مدى صعوبة الأمر؟ ليست لعبة صعبة على الإطلاق. هذا ممل. أمي. ليس ثانية. مرحبا بيكاتشو. كيف الحال؟ ماذا؟ انظري، لقد أنهيتها. لابد من وجود شيء يمكنك اللعب به. لنلقي نظرة. هيا فكري. لا شيء. ماذا سنفعل؟ مهلا. ربما نعم. أعتقد أنني وجدتها. سيحل هذا كل شيء. انتظري عزيزتي. سأحتاج إلى قطعة ورق مقوى ومقص. سأقص الزوايا. أريدها أن تكون منحنية. هذا مثالي. والآن حان وقت الإبداع. سأحتاج إلى قلم تحديد في هذا الجزء التالي. سأرسم مربعا صغيرا على الورق المقوى، ثم أقسمه إلى أجزاء. أنا أصنع نمطا شبكيا، وسأضع رقما في كل مربع. أحتاج الآن لتفريغ هذه الشبكة، وسأضعها جانبا في الوقت الحالي. ولدي هنا صفحة من الورق الوردي. سأستخدمها لتلوين المربع. لقد صار زاهيا جدا. سأقلبه الآن، ثم أمرر عصا الغراء على الجزء الخلفي. يجب أن يكون شديد الالتصاق، وسيكون هذا هو إطاري. بعدها سأحتاج إلى صفحة فارغ من الورق الأبيض. سأرسم قلوبا عليها، ثم أضيف رسما لشخصية بيكاتشو. لا أريد أي أخطاء. لابد أن تستمر هذه الأحجية في ترفيه عن كلايو. أنا تحت ضغط كبير. سألونها بسرعة. يجب ألا ننسى بيكاتشو. أتمنى لو كانت لدي خدود وردية كهذه. يا له من عمل فني. والآن سنعود إلى الشبكة. سأقلبها رأسا على عقب، وأضع الغراء عليها، ثم ألصق رسمي بها. لا أريد أي تجاعيد. سأقطعها إلى أجزاء. حان وقت وضعها داخل الإطار، وسأثبت القطعة بهذا الشكل. صارت لدي أحجية رائعة. حسنا، أعتقد أنها جاهزة. ستحبها كلوي. كنت أنسى. يجب أن أغير تركيب القطع. يا كلوي، لقد صنعت هذه من أجلك. هل ترى ما أراه يا بيكاتشو؟ هذا رائع. فيو، أعتقد أن خططي نجحت. تمني لي توفيق. يبدو هذا صعبا. سأمرر هذه القطعة هنا، ثم أحرك هذه. يجب أن أركز. وأنا يجب أن أسترخي. مهلا، أريد التحقق من شيء. هذا ما كنت أحتاجه. هذه آخر قطعة. أمي. يا للهول. حقا؟ ماذا؟ انظري. لقد أنهيتها بالفعل. أنا فخورة بك. أريد تكرار ذلك. كان الأمر ممتعا. هيا يا أمي. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. ما هذا؟ لماذا يجب أن أجلس بجوارك؟ أعلم أنها رائعة جدا، لكنك لم تشاهدي شيئا بعد. سأضع إصبعي داخل الفتحة، وسأحصل على أظافر جميلة بضغطة زر سريعة. ألا تبدو جيدة؟ يا للروعة، هذا مذهل. كم أنت متألقة. نعم، أعرف ذلك. سأنهي طلاء بقية أظافري. ربما يمكنني فعل شيء في أظافري. سأحتاج إلى بعض الصلصال التشكيلي. سأجعله طرياً.
ثم أكوره في شكل كرة. سأبدأ في تشكيله الآن. أريد أن أجعل شكله مربعاً. والآن سأخذ قطعة من سلسلة تشكيل الرمادية. سأدحرجه ليأخذ شكل حبة نقانق. سأكتفي بهذا القدر. والآن سألف السلسلة الرمادية حول السلسال الأزرق. سأضغط على الجزئين ليلتصق ببعضهما. والآن سأصنع الوجه. يبدو شكله لطيفاً جداً. سأصنع المزيد من الوجوه اللطيفة الصغيرة لتمثل كل شخصية مفضلة. من يحتاج لزيارة صالون تجميل؟ شاهدي مدى جمال أظافري. حقاً عليك مشاهدة أظافري. يا للروعة، كيف فعلت ذلك؟ سأضيف لمسة ملونة إلى لوحتي. آه، لا يبدو هذا جيداً. أوه، لقد ألمني ذلك. ويحي، إنها غلطتي. مهلاً، يا ميا، قد يسعدك هذا الشيء. أعلم أنك تحبين الكلاب. أو. يا للروعة، ما أجمله، كم هو لطيف. مهلاً، أيمكنني الحصول عليه؟ أرجوك. ماذا؟ لا، يمكنك النظر فحسب، لكن لا تلمسيه. آه، كم هذا محبط. لا أحصل على أشياء رائعة مطلقاً. أعتقد أن علي صنع وسيلة ترفيه بنفسي. سأقص هذا الورق الملون إلى شرائط وسأطوي هذه الأجزاء فوق بعضها البعض. سأستمر في فعل ذلك ومراكمة الطبقات. أريد تبديل بين الألوان. كم هذا مريح. وكأنني أصنع الأوريغامي. أوشكت على الانتهاء. أحتاج لبضع طيات إضافية فقط. لقد انتهيت. وهو انظر، يبدو هذا جيدا بالفعل. حسنا، لدي المزيد من الكلاب. أترين، أنا عاشق حقيقي للحيوانات. لا مشكلة، لقد قصصت قطعة ورق على شكل قطة وبعدها سأرسم وجها. تحتاج القطة إلى الشعيرات. أوه كم هي جميلة. يمكنني إلصاقها بالورق الآن. ها قد صار لدي أنبوب تململ منزلي الصنع. كم هذا ممتع. أوه كيف فعلت ذلك؟ يا للهول، تراجعي، لدي كلب ولن أخشى استخدامه. هات ما عندك، سأهزمك. هذا مستحيل. خذي هذه. التزموا الهدوء أيها الطلاب. ما الذي؟ هل هذا صف فنون أم ملجأ حيوانات؟ ويحي، تصرفي بشكل طبيعي. توقف، هي من بدأت. لم أفعل. بل فعلت، هذا ما أتحدث عنه. أوه، انظروا إليها، كم هي رائعة. اهدأ يا فتى، ألا يمكننا أن نصبح أصدقاء؟ لا أصدق. ماذا يفعل؟ عودوا إلى عملكم. ليس هذا عدلاً على الإطلاق. أنا أقضي أروع يوم. مرحباً يا مايلز. يا كبير الخدم، تعال إلى هنا. ماذا؟ ربما لا يمكنه رؤيتي. أشعر بالنعاس، ربما يجب أن أحصل على قيلولة. ها قد وصلت أخيراً. تفضل فطورك سيدي. أحضر أكثر رقائق ذرتي قرمشة من أجلك. أنا واثق أنك ستستمتع بها. ولم ننسى الحليب الطازج بالطبع. بالهناء وشفاء سيدي. إيو. هل هذه مسحة؟ هل تعرفني من الأساس؟ لن آكل ذلك. بالطبع سيدي. يا للهول، من أين جاءت تلك العلبة؟ حسناً، لقد استيقظت. ما الذي يحدث هناك؟ أعتقد أنني أعرف كيف إصلاح الأمر. ما رأيك في بعض الحلوى؟ ها؟ إنها حلوى الدببة المطاطية. أحب الحلوى فعلاً. أعطني. اختيار ممتاز سيدي. ستضيف لمسة ملونة إلى حبوب فطورك. هكذا أحبها بالضبط. اتركني بمفردي الآن. يبدو هذا أفضل بكثير. أتحرق شوقاً لها. كم هي لذيذة، لكنني اكتفيت. لا أستطيع تناول المزيد. لعبة بوبات. هناك خطأ ما هنا. لا، إنها مملة، لقد سئمتها. تبدو هذه أفضل. ليس الأمر مسليا بقدر ما ظننت. يا كبير الخدم، تفضل يا سيدي. مهلا، يبدو هذا جيدا. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط. أحسنت صنعني يا كبير الخدم. سأحتاج لبعض النقود لنجرب الآلة. سأضع النقود هنا وستخرج الحلوى عندما أضغط على الزر. واو كم هذا رائع. ما الذي تفعله تلك الفقيرة؟ إنها فارغة. الحياة قاسية جدا أحيانا. هناك الكثير من الحلوى وكلها ملكي. طعمها شهي جدا. يبدو شكلها جيداً بالفعل. هذا يوحي لي بفكرة. لقد لونت علبة حبوب الفطور باللون الوردي الجميل. والآن أحتاج لرسم مربع فوقها. ينصح باستخدام مسطرة في هذا الجزء. وبعدها سيحين وقت التفريغ. ومن ثم سأضع لفة ورق المرحاض فوق العلبة. سأرسم دائرة حولها باستخدام القلم. وسأثبتها في مكانها حتى لا تنزلق. ثم أحتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. سأفرغ هذا الجزء أيضاً. وبعدها سأعود إلى أنبوب ورق المرحاض. لقد خططت مربعاً صغيراً. سأقصه الآن وسأتبع الخطوط. هذا
هذا مثالي. يمكنني الآن إدخال اللفة في العلبة، ويجب أن يكون الجزء المفرغ داخل الصندوق. والآن سأقلب الصندوق على الجانب المقابل، سأقص اللسان في الجزء الخلفي، وبعدها سأحدد شكل مستطيل في الزاوية السفلية. لا يجب أن يكون المستطيل كبيرا، ويجب علي تفريغ المستطيل أيضا. لقد طويت قطعة ورق مقوى وسأضع الغراء عليها. سألصق هذه القطعة أسفل الأنبوب بزاوية مائلة، وبعدها سأحتاج إلى قطعتين صغيرتين من الورق المقوى، سألصقهما على جانبي الأنبوب. يجب تثبيتهما بزاوية مائلة أيضا. لقد صنعت صندوقا صغيرا من الورق المقوى، سأضعه أسفل الفتحة، ثم سأضع البلاستيك الشفاف فوق المربع الكبير. أريد أن يكون شكله مريحا. يا للروعة، يبدو هذا جيدا. أعتقد أن الآلة صارت جاهزة. هذا ما كنت أريده بالضبط. ستخرج البضائع إذا لففت البكرة. من أين حصلت على تلك الآلة؟ أريدها. يا كبير الخدم، أحضرها. ماذا تنتظر؟ أحام، أيمكنني مساعدتك؟ ستأتين معي. هل لدي خيار آخر؟ مرحبا. مرحبا. هذا ساحر. أفضل عدم المصافحة. حسنا. أنت وسيم. أعلم ذلك. ما هذه الآلة التي تملكينها؟ أتقصد هذه؟ إنها آلة بيع الألعاب الإسفنجية. واو، تبدو رائعة. وهذه آلة الحلوى خاصتي. إذا ضغطت هنا فسوف تحصلين على بعض الحلوى اللذيذة. أليس هذا رائعا؟ نعم، ليس لدي أي شيء في آلتي. هذا هو عيبها الوحيد. نعم، هذا محبط جدا، لكن يمكنني إصلاح الأمر. يا كبير الخدم. هو ألعاب إسفنجية. سأخذها. أحب هذه الأشياء الصغيرة. وأنا أيضا. يمكننا وضعها داخل آلة بيع الألعاب الإسفنجية. ستدخلين الآن. فكرة رائعة. سأخذ هذه. استمري. قضي الأمر. سأضعها كلها في الداخل. كانت هذه آخر لعبة. يمكننا تدوير البكرة الآن. إذا لففنا البكرة ستخرج لعبة إسفنجية. أوه، هذا رائع. يا لها من آلة رائعة. هذا أروع يوم على الإطلاق. أعرف طريقة لجعله أروع مما هو عليه. ماذا تفعلين؟ يا كبير الخدم، اتصل بالأمن. إنذار كاذب، ولكن ابقى في حالة تأهب. يجب أن أحصد على نقاط. أوشكت أن أفعلها. ويحي، انتبه لخطواتك يا هذا. لقد كانت غلطتك. يا له من يوم عظيم آخر. لا، أيها المشاغبان، الشجار ممنوع داخل الحرم الجامعي. توقف، ارحل من هنا. لا شجار بعد الآن، هل تسمعان؟ لم أفعل شيئا. رائع، إنها أنت ثانية. لا يهم، لن أسمح لك بإفساد يومي. واو، حلوة. إنها فارغة. يا لخيبة الأمل، كان يجب أن أتوقع ذلك. أنتظر هذه اللحظة منذ زمن، لكنها تستحق ذلك تماما. فيما تحدقين؟ لم أرد سوى حبة حلوى. يا ميا، انظري هنا. ما هذا؟ إنه عظيم. أعلم ذلك، إنه طري وإسفنجي للغاية. واو، هل رأيت ذلك؟ انتبه. يا لها من شطيرة شهية المظهر. لن يفسد شيء متعة هذه اللحظة. ماذا؟ من أين جاء ذلك الشيء؟ لقد كاد أن يصطدم بي. أين توقفت؟ لقد ضربني السلايم. يا للقرف. هل أنا السبب؟ واو، كم هو مطاطي. وكأنها قطعة مخاط عملاقة، لكنني لا أستطيع تركها. لحظة واحدة، لقد خطرت لي فكرة. يبدو غلاف هاتفي مملا بعض الشيء. لنجدد شكله. سأقص عنق البالون، فأنا لا أحتاج سوى الجزء السفلي. سيفي هذا بالغرض. أحتاج الآن إلى السلايم. يمنحه شعورا جيدا. سأقولبه وأشكله، ثم أحوله إلى شكل كرة حتى أتمكن من وضعها داخل البالون. وبعد أن أفعل ذلك سأشرع في ضغطها وخياطتها. لا أريد أن يتسرب منها السلايم. يبدو هذا جيدا. والآن سأحتاج إلى مسدس الغراء. سأضع الغراء على غلاف الهاتف. من الضروري أن أستخدم الغراء الأبيض في هذه الخطوة. أريد صنع شكل عشوائي، وأريده أن يغطي الجزء الأكبر من الغلاف. هذا ما أريده. والآن سأستخدم الغراء لملء الشكل من الداخل. هذا هو الجزء السهل. سأبقي الغراء داخل حدود الشكل العشوائي. لا أريد ترك أي بقع فارغة. وقبل أن يجف الغراء سأضغط البالون عليها. والآن صار لدي غلاف هاتف مرح وملمسه رائع جدا. واو، هل صنعت ذلك بنفسك؟ تعالي. يا للهول، هذا يحدث فعلا. كنت أمل أن تقول ذلك. أتريدين الحلوى أم رقائق البطاطس؟ سأخذ رقائق البطاطس. تبدو صفقة عادلة. واو، هذا رائع. نعم بالطبع، فأنا أكل رقائق البطاطس. ليس هناك ما هو أروع من ذلك. إنها من النوع الذي أفضله. أستطيع الاستمرار في تناولها طوال اليوم. ماذا تفعل؟ أريد أن أعرف إلى أي مدى يمكنني عصرها. لا، لا تفعل ذلك.
أوه لا، لقد ارتكبت خطأ فظيعا. ماذا؟ ما هذا؟ لقد ضربني السلايم. آسفة، لكن مايلز هو من فعلها. أتريد حبة بطاطس؟ لا مانع في ذلك، فأنا أحب البطاطس. ربما لست مشاغبين لهذه الدرجة أيها الأطفال. هذا المبلغ من أجلك. عندما قال بابا إنه سيشتري لي سيارة، كنت أظنها ستكون أكبر حجماً، لكنني أعتقد أن الأمر ممتع. بروم بروم، يا له من يوم رائع. أوه، يبدو هذا الموقع جيداً. إنه الموقع المثالي لتأمل جمال الطبيعة. من الراعي أن يأخذ المرء استراحة وسط يومه المزدحم. أوه رائع. باو باو. أوه واو، ما أجمل تلك السيارة. أوه دي أيتها سيارة. أوه ما هذا؟ إنه هرم من الأكواب. سيكون من المؤسف لو هدمه أحدهم. لقد قبلت التحدي. ووهو، ما أروع ذلك. أوه رأسي، أكره رمي النفايات في الشارع. مهلا، أعتقد أنني أستطيع استخدام هذا الكوب. لنبدأ العمل، حان وقت الإبداع. أحب هذا الجزء، سأبدأ برسم عينين على الكوب. ها قد رسمت الأولى، حان دور الثانية. حسنا، وبعدها سأرسم الأنف، سيبدو شكله لطيفا جدا. وبعدها يحين دور الفم. يا له من كوب سعيد. والآن سأمدح خدين ورديين، وسأستخدم القلم لأرسم شعيراته. وبمجرد الانتهاء من تلك الخطوة سأضعه جانبا. سأقص أذني أرنب من قطعة ورق مقوى، سألصقهما بالكوب. لكنني لم أنتهي بعد، سأضع الغراء على غطاء علبة مشروبات غازية، ثم ألصق به غطاء آخر. وبعدها سأحتاج إلى رباط مطاطي، سأضعه على الغطاءين بهذا الشكل. وسأستخدم شريط اللاصق لتثبيته في مكانه، لا أريده أن ينزلق. يبدو ثابتاً بشكل جيد. وبعدها سأصنع فتحين في جانب الكوب، وسأكرر العملية على الجانب الآخر. لا أحتاج سوى فتحات صغيرة. والآن سألف اللسانين الأعلى. بعدها سأحتاج لغطائي المشروبات الغازية. سأمرر رباط المطاطي فوق الفتحتين، وسأتأكد من وجود الغطائين داخل الكوب. يمكنني الآن لف الغطائين. أريد أن أجعلهما ثابتين ومشدودين. صار الكوب جاهزاً، وقد صنعت كوب أرنب ثانٍ. واو، ما أجملهما. مهلاً، هل هذان أرنبان؟ يا للهول، ما أجملهما. لقد صارت هذه السيارة صيحة قديمة. أوه مرحباً، كيف الحال؟ أيمكنني رؤية ذلك؟ أوه إنه مجرد كوب. يحتاج إلى القليل من البريق. أعرف ما يجب فعله. ماذا؟ هل هذا غبار ذهب؟ يبدو أرنبي مملاً للغاية. بربك، كيف فعلت ذلك؟ لا يهم، لنخوض سباقاً. هل أنت مستعد؟ انطلق انطلق يا أرنبي، انطلق. انظر إليهما، أنا أفوز. لا مستحيل. لحظة واحدة، توقفي. هذا أعظم يوم على الإطلاق. لا أصدق ذلك، لقد حصلت على السيارة. كم هذا رائع، إنها جميلة. لم أشعر بمثل هذه السعادة من قبل. تصرف بشكل طبيعي واركض بعيدا. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. على الغداء اتفقنا، أراك قريبا إلى اللقاء. أين حقيبتي؟ سأثبت لافتة هنا. أنا جاهزة لاستقبال الزبائن. لدي عميلة. مرحبا يا أمي. ماذا؟ مرحبا يا كلوي. أهلا بك في متجري، هل رأيت شيئا أعجبك؟ ليس لدي وقت لهذا. تريدين 34 دولارا مقابل تلك اللعبة؟ لا لا بأس، لدي الكثير من السلع الأخرى. ماذا لديك هذه المرة؟ طائر فلامينغو، إنه لطيف. هذا مغرين، ولكن لا شكرا عزيزتي، أحاول العثور على حقيبتي. لدي الحقيبة المناسبة، لقد وصلتني اليوم. هذه حقيبة يدي، مرريها لي. ليس بالمجان، ليس لدي أي نقود. لن تحصلي علي في هذه الحالة، أريد مالا. ولكن حسنا، سأجاريك، انتظري عندك. أحتاج شيئا من الحقيبة فحسب. أوه كم هي لامعة. لكن لا يا أمي، لا أقبل سوى النقد. أنا في عجلة من أمري يا كلوي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ مهلا، خاطرت لي فكرة. نعم، أظن أنها ستنجح. سأحتاج لهذين القفازين وهذا الصندوق، وسأعود على الفور.
سأبدأ بقص الصندوق إلى عدة أقسام، وسأحتاج إلى مسدس الغراء أيضاً. سأضع خطاً رفيعاً من الغراء بطول هذه القطعة، هذه كمية كافية. وبعدها سأثبت القطعة فوق المستطيل الكبير، سأضغط عليها لأسفل أتأكد من التصاقها، ثم أكرر العملية نفسها مع بقية القطع. وستحتوي القطعة الطرفية على فتحات صغيرة داخلها. بعدها سأحتاج إلى شريط ورقي، سألفه حول نفسه، أريده أن يكون ثابتاً ومحكماً، وسأتركه جزءاً صغيراً دون لفه حتى أمرره داخل واحدة من الفتحتين. يبدو هذا جيداً. سأضع الغراء بطول حافة قطعة الورق المقوى المربعة. يساعدني أنني أرتدي هذين القفازين. سأثبت هذه القطعة على الصندوق وهي أصغر منه قليلاً، لكن هذا الحجم هو جزء من الخطة. حان وقت القطعة الأخيرة. سأضع الغراء على ثلاثة من جوانبها فحسب، وسأثبتها بزاوية مائلة. أنا راضية عن هذه النتيجة. حان وقت تزيين الآن. سأضع الغراء على كل الحواف، ثم أغطي الصندوق بورق أسود اللون. لا أريد أي تجاعيد. وسأترك جزءاً إضافياً صغيراً لتغطية القطعة الخلفية، وبعدها سأضيف الورق المقوى الأبيض. وبهذا سأحصل على شاشة العرض ولوحة الأزرار. سأترك مسافات متساوية بين الأرقام، وأحتاج الآن إلى بطاقة ائتمان. فيو، لقد تم قبولها، وستخرج الفاتورة من الأعلى. أتمنى أن تعجب كلوي. لنكتشف ذلك. أحم، هل تقبلين البطاقات الآن؟ واو، كم هذا رائع. يحتاج كل متجر إلى آلة لدفع بالبطاقات. لقد بدأت تجارتي تتوسع. أيمكنني شراء الحقيبة الآن؟ ماذا؟ أو بالطبع. كنت أمل أن تقولي ذلك. سأضع البطاقة هنا، ثم أضغط لإتمام الشراء. سررت بالتعامل معك. تفضلي. أخيرا يمكنني الخروج الآن. ما هذا؟ كيف سقطت تلك البطاقة؟ أو هل هذه مسحة؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ إنه العرض، وطلب يا أمي. أنصحك بتجهيز بطاقة ائتمانك. بروم بروم، يا لصرير الإطارات. بيب بيب، لقد كان الاصطدام وشيكا. ابتعدوا عن طريقي. لا يمكن لشيء إيقافي. لا 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 لا، أنظف الغرفة بالمكنسة. أشعر بحيوية كبيرة. هل هناك ما هو أجمل من ذلك؟ لحظة واحدة، لندعس البنزين. بروم، ووهو، أسرع أسرع. كيف أصبح المنزل في هذه الحالة من الفوضى؟ ماذا؟ لقد توقفت المكنسة عن الشفط. ما مشكلتها؟ لا أفهم سبب. إنها لا تعمل. كم هذا غريب. ما الذي حدث؟ أوه، كان يجب أن أتوقع هذا. مرحبا يا أمي، لننطلق. حقا يا كلوي، هذه مكانها في النفايات. أوه، دائما ما تفسدين متعتي. لكن بعد التفكير مليا، هذا ليس عدلا. مهلا، لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لدي فكرة. سأقص علبة البيتزا إلى عدة أجزاء، وبعدها سأحضر مسدس غرائي. سأبدأ بهذه القطعة، وسأضع الغراء بطول حافتها. هذا يكفي، ويمكنني الآن لصقها بهذا المستطيل الكبير. سأكرر العملية على الجانب الآخر. وقد أحضرت شريطا طويلا من الورق المقوى، وهذا سيتيح لي طي الورق المقوى وتشكيله. سأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه. يمكنني وضع هذه جانبا الآن. وقد صنعت فتحة في غطاء المشروبات الغازية. سأمرر شفاطين عبره. أريد أن تكون القياسات مضبوطة، ولا أريد أي فراغات. ولهذا سأستخدم مسدس الغراء لتثبيتها. سأمر بغراء حمل الجزء الخارجي من الغطاء. لقد صنعت فتحة صغيرة في الجزء العلوي من الورق المقوى، ويمكنني تمرير شفاطين عبرها ليخرج من هذه الفتحة. وبعدها سأحتاج المزيد من أغطية المشروبات الغازية. سأمرر عودا خشبيا داخل الشفاط، ويجب أن يكون الشفاط أقصر من العود الخشبي قليلا. وسأضع غطاء مشروبات غازية على كل طرف، ثم أستخدم الغراء لتثبيت كل شيء في مكانه. لنجربها. واو، شاهدوها تنطلق. سأثبت العجلات أسفل الورق المقوى، وسأضيف بعض اللمسات النهائية كالأضواء والنوافذ. وبعدها سأضع هذا البالون فوق غطاء المشروبات الغازية. سأنفخ البالون، وقد حان وقت تجربة القيادة. انتبهي. ماذا؟ ما هذا؟ واو، إنها رائعة. كنت واثقة أنها ستعجبك. أشكرك يا أمي. على الرحب والسعادة عزيزتي. كم أنا متحمسة لتجربتها. أعتقد أنها جاهزة. شغلي محركاتك. يا لها وعلا، لقد أحببتها. كم هي سريعة. أولا أولا، ستصطدم. ويحي، عذرا يا أمي. آمل أن يكون لديك تأمين. كان يجب أن أفكر في ذلك من قبل. لنفعلها. كم هذا حماسي. استمري يا أمي. قد تكون الأبوة والأمومة من المهام الصعبة، ونحن ندرك ذلك، لكننا هنا للمساعدة، ولهذا ابتكرنا بعض الحيل الرائعة لتسهيل حياتكم. لا داعي لشكرنا، فهذا هو واجبنا. أحب هذه الدرجة من أحمر الخدود. أوه، هناك من يتصل بي. من الأفضل أن أجيب. مرحبا. أوه، أهلا. حقا، لا أصدق ذلك.
بابا بابا هاو أمي تتحدث في الهاتف. أريد فعل ذلك. ها؟ لا أصدق ذلك. كان عليك أن تأتي. حسناً لنتحدث لاحقاً. إلى اللقاء. كم أنا بالغة، لكنني أحتاج إلى هاتف حقيقي. لا يجب أن أفعل ذلك، لكنني أعجز عن المقاومة. إنها الجريمة الكاملة. ها هي فتاتي الجميلة. لقد أمسكتني. تراجعي تراجعي. لن أستسلم. بهدوء. تحتاجين إلى القليل من البودرة يا أمي. ستشعرين بدغدغة. هذا لطيف يا أمي. حسناً سأفعل هذه المرة. هل تريدين عناقي؟ كم هذا لطيف، أحتاج للعناق. نعم، هذا ما كنت أفعله بالضبط. أصبح الأمر سخيفاً. يجب أن تتجهز أمك للخروج. لن أصل إلى ذلك الهاتف مطلقاً. أبدو جيدة، سأحضر قفازي الآن. إنه الإله المثالي. يجب أن أتحرك بسرعة. يجب أن أتناول الغداء معاً بالتأكيد. ها هو قفازي، ما أنعمه. أنا موافقة. ويحي. أني؟ لا، سأنقذك يا هاتفي. واو، كيف فعلت ذلك؟ لقد خاب أملي فيك يا أني. آسفة يا أمي. لا يمكنك اللعب بهاتفي. مهلا، قد لا تكونين مضطرة لذلك. فقد خطرت لي فكرة رائعة. هذا الصندوق هو كل ما أحتاجه. حان وقت العمل. سأبدأ بمربع صغير من الورق المقوى وسأرسم عليه رسما سريعا. هذه هي الحدود الخارجية للهاتف. أشعر أنني فنانة كبيرة. والآن سأضيف بعض التفاصيل. ها هي الأزرار. الأمور على ما يرام حتى الآن. وبعدها سأرسم الشاشة ثم أكرر العملية نفسها هنا. هذا هو الجانب الآخر للهاتف. أنا سعيدة لأنني أتمتع بيدين ثابتتين. أحتاج الآن لتفريغ أجزاء الهاتف. كان هذا سهلاً. سأقلب هاتين القطعتين. أحتاج لمسدس الغراء في الجزء التالي. سأضع الغراء بطول الحافة. لا أحتاج كمية كبيرة. لدي الآن قطعة من الورق المقوى المموج. سألصقه بالغراء. وسيمثل الجزء الجانبي للهاتف. سألفه حول الهاتف بالكامل بهذا الشكل. وسأضع قطعة من الورق المقوى في الأعلى. سأكرر العملية مع باقية القطع. بدأت الملامح النهائية في الظهور. يجب أن أثبتهما معا. لدي مفصلة معدنية صغيرة ستفي بالغرض. سأثبتها على الجزء الداخلي من الورق المقوى حتى تساعد في فتح وقفل الهاتف. وهذا يحدث مع الهاتف الحقيقي بالضبط. أحتاج الآن لتلوين الهاتف. سأستخدم قلم تصحيح لهذه المهمة. وبعدها سأمر على الحواف بقلم التحديد الوردي. وسأكرر العملية على الجانب المقابل. لكنني لم أنتهي بعد. سألصق هذه الهرة اللطيفة به. وصنعت فتحة لمكان الشاشة. سأضع صورة داخلها. أعتقد أنني انتهيت. كم أنا متحمسة لعرضها على آني. شاهدي ما صنعته. لنكرر المحاولة. مرحبا، أتريدين الحديث إلى آني؟ واو، لا أصدق ذلك. صنعته من أجلك. أنت تمزحين. واو، كم هذا رائع. لدي مكالمة مهمة يجب أن أجريها. يستحسن بهم أن يجيبوا على اتصالي. مرحبا يا آني. لن تصدقي ما حدث اليوم. ستضحكين. أخبريني بالتفاصيل. ظننت أن حوريات البحر ستكون أكثر متعة. أمي. لا يبشر هذا بالخير. أمك آتية. كلوي، ماذا يحدث؟ أخبري أمك. هذه نومة مملة. انتظري هنا. ها، ما هذه؟ جربيها. يبدو هذا ممتعا. تعالي هنا أيتها البطة. ما كل هذه الألوان؟ سأعتاد على هذه اللعبة. لابد أن تشغلها تلك اللعبة لبعض الوقت. ثم أضع البطة في الأعلى. أهذا كل شيء؟ أمي. هل تمزحين؟ أريد القراءة فحسب. ماذا تريدين الآن؟ لقد أنهيت الوحجية. واو، أنت عبقرية. سأحضر لك شيئا آخر. تفضلي. استمتعي بوقتك وخذي وقتك بالكامل. وهذا ما كنت أريده. يجب أن أطبق صور ببعضها البعض. ما مدى صعوبة الأمر؟ ليست لعبة صعبة على الإطلاق. هذا ممل. أمي. ليس ثانية. مرحبا بيكاتشو. كيف الحال؟ ماذا؟ انظري، لقد أنهيتها. لابد من وجود شيء يمكنك اللعب به. لنلقي نظرة. هيا فكري. لا شيء. ماذا سنفعل؟ مهلا، ربما نعم. أعتقد أنني وجدتها.
سيحل هذا كل شيء. انتظر يا عزيزتي، سأحتاج لقطعة ورق مقوى ومقص. سأقص الزوايا، أريدها أن تكون منحنية، هذا مثالي. والآن حان وقت الإبداع. سأحتاج لقلم تحديد في هذا الجزء التالي. سأرسم مربعا صغيرا على الورق المقوى ثم أقسمه إلى أجزاء. أنا أصنع نمطا شبكيا وسأضع رقما في كل مربع. أحتاج الآن لتفريغ هذه الشبكة وسأضعها جانبا في الوقت الحالي. ولدي هنا صفحة من الورق الوردي، سأستخدمها لتلوين المربع. لقد صار زاهيا جدا. سأقلبه الآن ثم أمرر عصا الغراء على الجزء الخلفي. يجب أن يكون شديد الالتصاق، وسيكون هذا هو إطاري. بعدها سأحتاج إلى صفحة فارغ من الورق الأبيض، سأرسم قلوبا عليها ثم أضيف رسما لشخصيتي بيكاتشو. لا أريد أي أخطاء. لابد أن تستمر هذه الأحذية في ترفيه عن كلايو. أنا تحت ضغط كبير، سألونها بسرعة. يجب ألا ننسى بيكاتشو. أتمنى لو كانت لدي خدود وردية كهذه. يا له من عمل فني. والآن سنعود إلى الشبكة. سأقلبها رأسا على عقب وأضع الغراء عليها ثم ألصق رسمي بها. لا أريد أي تجاعيد. سأقطعها إلى أجزاء. حان وقت وضعها داخل الإطار وسأثبت القطعة بهذا الشكل. صارت لدي أحذية رائعة. حسناً، أعتقد أنها جاهزة. ستحبها كلاوي. كدت أنسى، يجب أن أغير ترتيب القطع. يا كلاوي، لقد صنعت هذه من أجلك. هل ترى ما أراه يا بيكاتشو؟ هذا رائع. فيو، أعتقد أن خطتي نجحت. تمني لي توفيق. يبدو هذا صعباً. سأمرر هذه القطعة هنا ثم أحرك هذه. يجب أن أركز. وأنا يجب أن أسترخي. مهلاً، أريد التحقق من شيء. هذا ما كنت أحتاجه. هذه آخر قطعة. أمي! يا للهول! حقاً؟ ماذا؟ انظري. لقد أنهيتها بالفعل. أنا فخورة بك. أريد تكرار ذلك. كان الأمر ممتعاً. هيا يا أمي. يعتمد الأمر كله على ترتيب العمليات. حسناً، هل هناك أحد يرغب في حل المسألة؟ هيا. حسناً، لا أعرف شيئاً عن هذا. وهذا الجلد الزائد حول الظفر، إنها بحاجة للاسترخاء. مهلاً، الأطرح السبعة؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. لونا، لم تكتبي شيئاً؟ حسناً حسناً، سأجرب. ترتيب العمليات صحيح؟ سأستخدم الآلة الحاسبة. مستحيل. أنا أسميها مخفف التوتر في الرياضيات. إنها تنفذ كل المهام الصعبة بدلاً مني. يمكنك منادتي بلونا أينشتاين. أحسنتي، أنا ذكية جداً، ذكية بما يكفي لامتلاك آلة حاسبة. ماذا؟ كيف انتهت قبلي؟ أكره درس الرياضيات. لدينا الكثير من الدروس هذا اليوم. توقفي يا فتاة، ما الذي تخفينا؟ موزة. أنت تعرفين القوانين، الطعام ممنوع. حسناً، سأكلها الآن. إذن حسناً. أكره مشاهدة الناس يأكلون. انتهيت. هاي، لا يمكنك فعل ذلك، التقطيها. حقاً. حسناً. لا. يا إلهي، حذاء. لست الشيء الوحيد الذي طار. ثقيل جدا، ماذا يوجد في هذا الشيء؟ قصاصات غش، لا أصدق هذا. هذه ليست موزة. هل يمكنك التوضيح؟ ليس تماما. هذا مخزن. المصائب تتوالى. موزة غبية. والآن ماذا سأفعل؟ أنا بحاجة ماسة لتلك القصاصات. إذن سأخذها معي. حل بسيط لهذه المشكلة الرياضية. أمل أن يكون لدي مساحة كافية هنا. هكذا. لكن مهلاً. والآن الإخفاء الأمثل. لا يمكنني الدخول بدون تغطية هذا كله. يجب أن يبدو وكأنه جزء من تصميم الحذاء. أترون؟ دونوا الملاحظات يا مصممي الأحذية. الترند الجديد جاهز. سأجربه الآن. لقد عدت أيتها المعلمة. توقفي، قصاصات غش؟ بالطبع، أنا لا أخفي شيئاً، أترين؟ حسناً، تفضلي بالدخول. إلى اللقاء. يا لها من تجربة، لكني لا أحتاج الكثير من الوقت. الإجابات لدي.
يبدو هذا جيداً، ويقول الناس إن الكيمياء صعبة. يمكنني القول أنني سأحصل على تقدير ممتاز. جميل جداً، أليس كذلك؟ أجل، وصلت في الوقت المحدد. هل هذا تامي؟ انظري إلى شعره، حان وقت العرض. أوتي! ها؟ مرحباً، كيف الحال؟ أوه، مرحباً. تظنين أن بإمكانك الحصول عليه؟ يمكنني فعل ذلك أيضاً. سأذهب. أو لا، كنزتي! تباً، لا أصدق. آه، وماذا الآن؟ أحدهم يمر بيوم صعب. ليست مشكلتي، إنها الكنزة المفضلة لدي. ما اللحظة؟ يشبه هذا إبرة الحياكة. العملية جارية لإصلاح هذه الكنزة. سأزيل هذا وأضع هذا. حسناً، والآن سأعيده. سأستخدمه لدفع الخيط، ثم سأسحبه بهذه الطريقة وأقص وأقص. أحتاج الآن إلى ملاحظة لاصقة وشريط لاصق مزدوج. سأثبت نهاية الخيط هنا وسيلتصق فوراً. يمكنك الآن الحصول على التصميم الذي تريده وبسهولة كبيرة. أشيك على الانتهاء. هيا بنا، سأقص الآن الجزء الزائد. هذا جميل جداً. لقد وضعت قلبي هنا بالفعل، أترون؟ هيا بنا. ها؟ هذا لك، هل تريده؟ أوه واو، هل هذا قلب؟ إنها معجبة بي. اتصلي بي في أي وقت، سأكون في الانتظار. ياي، حقاً؟ مستحيل، لكن تامي لي أنا. تعنين أنه لي أنا. سخيفة. هذا مثير. هذا ظالم جداً. أمي؟ ما الأمر؟ انظري إلى هذا، هل يمكنني شراؤها أرجوك؟ أجل، بالطبع. لا أصدق هذا. هذه لأجلك. شكرا يا أمي. ما هذا؟ كرة ثلجية، ماذا أفعل بها؟ ماذا؟ ألا تعجبك؟ لقد أردت هذا. لقد تفعل أمي هذا بي؟ لن أستسلم، إنها تحتاج لإقناعها أكثر. يعتمد الأمر على الإلحاح. أحتاج إلى تناول المزيد من الألياف. أنت تحتاجين إلى هذا وأنا أحتاج إلى هذا. هل تمازحينني؟ حسناً، سأفعل أي شيء لأعيش حياتي بهدوء. واو، متجر الألعاب هذا رائع. من الأفضل أن أتصرف باحترافية. إننا نبحث عن هذا. لا تتوقف ابنتي عن الحديث عنها. أخبريني بأنها لديك أرجوك. بالطبع، إنها هناك. حقاً؟ يوجد تخفيض عليها. هذا يوم حظي. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. ما الخطب؟ كلا، اللعبة. يبدو أنها نفذت. الأسرع يفوز. حظاً موفقاً في المرات القادمة. كلا، أنت لا تفهمين الأمر، أحتاج إليها. علي التفكير في شيء ما. ربما يمكنني استخدام ذلك الورق المقوى. سألصق قطعاً من الورق المقوى معاً هكذا. أريد أن أصنع صندوقاً. ستتدحرج الحلوى من هذا الثقب. سأضيف الآن عصيان خشبية على الجانب. سأقطع وأكدس طبقات من الورق المقوى معاً. سأمرر عصا خشبية عبرها من الأعلى، ثم سأضع رباطاً مطاطياً على جانبي العصا، ثم يمكنني وضعها في الصندوق. سأضع هذه القطعة على الجانب ذي الثقب. سأسحب الرباط المطاطي وسأثبته على العصا الرأسية. سأفعل الشيء نفسه الآن على الجانب الآخر. ثم يأتي وقت الحلوى. حين أدفع الورق المقوى، تسقط الحلوى من الثقب. ثم أحتاج إلى العمل على الجزء العلوي. ينبغي أن يكون مائلاً. ثم يمكنني وضع اللوح الأمامي. سأضع هذا المكعب الزجاجي على الصندوق. ثم سأضيف غطاءً سأملأه بالحلوى. هذه هي حلوى صاني المفضلة. ثم سأضيف وجهاً إليها. أريد أن أجعلها لطيفة. إنها تعمل. ما رأيك يا صاني؟ واو، إنها ماكينة علكة. اضغطي على الآن وشاهدي ما سيحدث. أحب هذا. أريد المزيد. اتركي بعض الحلوى لي. لا يمكنني أن أعدك بشيء. أمي، ماذا الآن؟ انظري إلى هذا، أنا أريدها. لكن لما أزعج نفسي؟ أنت متأخرة في استعداد.
مالانا، ربما أحمل بعض المال. هل تقبلين الدفع بالقيود؟ آسفة، إنها كل ما لدي. كلا، طفح الكيل، سترحلين من هنا. كيف تدفعين بالقيود؟ هذا مهين جدا. أعتقد أن عليك البحث عن مكان جديد للسكن. لن يكون من الصعب بيع هذا. أنا أحب عملي، فأنا شخصية اجتماعية لعلمكم. لا أتذكر هذه الديكورات. ماذا حدث هنا؟ المنزل للبيع؟ كيف ذلك؟ لقد طردنا. ماذا يحدث؟ لن يحدث هذا. لدينا الكثير من الخردة. حسناً، ما التالي؟ أمي، ما هذا؟ لقد رأيت هذا، أليس كذلك؟ هل علينا الانتقال من منزلنا؟ هذا أسوأ شيء. مهلا اللحظة، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. نحتاج إلى هذه الصناديق وحسب. سأضع هذا هنا. سأحتاج إلى مسدس الغراء خاصتي أيضاً. سأغطي أعلى الصندوق بالغراء، ثم سأنسق صندوقاً آخر به، ثم يمكنني وضعه على جانبه. سأكدس المزيد من الصناديق بالأعلى. أحتاج إلى أنبوب الورق المقوى هذا. سأضع الغراء على جانب الصندوق. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. سأنسق الأنبوب بالصناديق. ينقصني شيء. أعلم ما هو. ستكون هذه القطعة هي السقف. إنها بالمقاس المثالي. ثم علي تزيينه. ستصنع التفاصيل الصغيرة فارقاً. سأمنح الآن السقف شكل بلاطات. صنعت هذه الليمونة من الورق المقوى. ثم سأضيف كرات البومبوم الصغيرة هذا. أريد أن يبدو ممتعاً، وأريده أن يكون زاهياً. هذه هي اللمسة النهائية. إنها كشك عصير الليمون الخاص بي. كنت أنسى، أحتاج إلى الليمون. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أنا سعيدة جداً بهذا. حان الوقت لقطع الشريط. أعتقد أنني جاهزة للعمل. أحتاج إلى عملاء فحسب. الجو حار جداً. مرحباً، هل يمكنني الحصول على كوب؟ هذا ما أحتاج إليه. يسعدني جداً أننا نتسكع معاً. واو، أنا أحب عصير الليمون. هيا، نريد اثنين رجاءً. هيا، خذي ما علي. ارحلا من هنا. أعطيني إياه، أعطيني إياه. واو، أنا ثرية. أمي، انظري إلى هذا، أنا رائدة أعمال. ليست سرقة المصاريف نموذجاً جيداً للعمل. هيا، سأريك. لقد افتتحت كشكاً لبيع عصير الليمون. هاو، أنا فخورة بك جداً. أنت مذهلة. مالاً، لديك بعض العملاء. يوجد الكثير من العصير للجميع. سيكون هذا يوماً مزدحماً. من التالي؟ حسناً أيها الطلاب، من يعتقد أن بإمكانه إجابة هذه الأسئلة؟ أنا. ماذا عنك؟ ساني. أجل، كنت آمل أن تقولي هذا. هذا مرتفع جداً. تفضلي الطباشير، هيا ابدأي. لن أخيب أملك. يسرني سماع ذلك. يجري هذا جيداً. هذا جيد. لقد انتهيت. ما هذا؟ أيتها المعلمة؟ هل هذه مزحة؟ أعني، لابد أنها مزحة. لا يوجد تفسير آخر. إذن كيف كان أدائي؟ دعيني ألقي نظرة. أعني، هذا مثير للاهتمام. لست متأكدة بشأن هذا. اعتقدت أن الإجابة 4. وماذا عن هذا؟ ماذا عنه؟ إنه الرقم 5. أجل، لست متأكدة بشأن هذا. كيف يمكنني إصلاح هذا؟ سأتولى الأمر. أولاً، أحتاج إلى قطعة طويلة من الورق المقوى، ثم سأرسم عليها الأرقام هكذا تماماً، ثم سأفرغها. سأزينها بهذا الفرز، إنه يجعلها ملونة وزاهية. هذا ما أحتاج إليه تماماً. إنه كدليل لكتابة الأرقام. واو، هذا جميل جداً. يلا من فكرة رائعة. تفضلي، جربيه. سأضعه على السبورة، ثم سأستخدم الدليل لكتابة الأرقام. هذا أسهل كثيراً. أتمنى لو كان معي من قبل. كنت أعلم أن هذا سيفي بالغرض. لقد انتهيت. عمل ممتاز يا ساني، يستحق هذا علامة امتياز. أنا فخورة بك جداً. واو، حقاً؟ هذه هي القطعة الأخيرة. لقد أكملنا برجنا. لن يستمر هذا لفترة طويلة. خذ هذا. أوبس، كيف حدث ذلك؟ كم هذا مشوق. أعطيني تلك. ودعي دميتك المحشوة. لما أنت شريرة هكذا؟
أنا هنا لأنقذ اليوم. من هذا؟ أنا الأم الخارقة وأنا أراقبك. أنا؟ ارحلي من هنا. لكن ألعابي لقد دمرتها. سيكون كل شيء على ما يرام. دعي الأمر لي، فأنا بطلة خارقة في النهاية. واو، ماذا حدث؟ مستحيل، لم أنتهي بعد. هذا لا يصدق. قطع صغير هنا، شاهدي هذا. واو، قطة لي وحدي، شكرا جزيلا. بيب بيب، ما رأيك في سيارة رياضية؟ هاو، أصبح هذا أفضل. طالما أردت كلبا، أنت الأروع. أوبس، علي الذهاب. يحتاج شخص آخر إلى مساعدتي. ودان، هل هذا أفضل ما لديك؟ إنني أترفق بك، سأريك. لا، أكره الخسارة. عليك اعتياد هذا. انتهيت من هذه اللعبة. أو لا تتصرفي هكذا، اتركيني وشأني. أعني ذلك، سأبقى بالأسفل هنا. والآن ماذا سأفعل؟ هو لدي فكرة، أستطيع استخدام هذا الورق المقوى. سأبني قلعة. سأبدأ بالجدران، تبدو جيدة. سأحتاج إلى قطعة أخرى، سأقص قليلاً في الأعلى. هكذا تماماً، أحتاج إلى قصها. السهولة والترفق هما الأساس. هذا مثالي، يمكنني أن أضيفها إلى قلعتي. سأضيف شريطاً طويلاً إلى الجزء السفلي. هناك شيء واحد مفقود، سأحتاج إلى باب وأعرف بالضبط ماذا أفعل. يمكنني استخدام هذا القلم والقلم الرصاص. سأمسك القلم الرصاص من المنتصف. سأتأكد من أن أبقي الخيط مشدوداً. سيعطيني دائرة مثالية، لكني لم أنتهي بعد. أحتاج إلى رسم خطوط عمودية. سأضيف اثنين آخرين هنا، ثم يمكنني قصها. سأتبع الخطوط فحسب. الأمر بهذه السهولة. سأزيل هذا القسم وسأصنع قصات صغيرة في الأعلى. سأحتاج إلى طيها إلى الخلف، ثم سأثبتها في مكانها بالشريط اللاصق. سأفعل هذا في الدائرة بأكملها. سيكون هذا رائعاً. حان الوقت لإضافة اللمسات الأخيرة. سأدخل قطعة من الورق المقوى في إطار السرير. هكذا تماماً. يوجد شيء مفقود. كل قلعة تحتاج إلى جسر متحرك. لنصنع واحداً. سأصنع ثقبين في الورق المقوى، ثم سأدفع الحبل عبرهما. سألصق الحبل بالجسر المتحرك بالشريط اللاصق. إنه يعمل بشكل مثالي. واو، إنها رائعة للغاية. أتمنى لو كان لدي قلعة. هو إنها أنت. ينقصك بعض الأبراج. في الواقع أنت محقة. لنضيفها. سأمرر الأنبوبة إلى هنا. ستحتاجين إلى علم. كانت هذه فكرة رائعة، لقد أحببتها. شاهدي قمة البرج، لم أرى مثلها من قبل. لم أكن سأتمكن من فعل هذا دونك. تسرني المساعدة، إنني أستمتع كثيراً. سنحتاج إلى النوافذ. سأبدأ بالخط الخارجي. أنا سعيدة بهذا. الآن يمكنني قصها. سأستخدم المشرطة لهذا الجزء، ثم سأخرجها. ستكون هذه شرفة رائعة. أعتقد أننا انتهينا. لست متأكدة. أها، لدي فكرة. سألصق قطعة من الورق المقوى حول الأبراج. ستساعد على دعمها، ونحن بحاجة إلى إطارات النوافذ. أريد أن يبدو هذا واقعياً. هو هذا تفكير جيد. سيعطي هذا مظهر الطوب. سألصقها في كل أنحاء القلعة. نحن بحاجة لبعض الخضرة. ستصلح آيفي ذلك. لفيها حول الأبراج والجدران. سبقتك في ذلك. ستضيف هذه الشموع بعض الإضاءة المزاجية. أنت تعلمين أنها من الورق المقوى، أليس كذلك؟ لقد انتهينا. انظري إلى ما لدي. أجل، لقد عرفت ما أفكر فيه. تبدو ساحرة للغاية. أجل، أليس كذلك؟ إنها أفضل مما تخيلت على الإطلاق. إنها قلعة تليق بأميرة. تعنينا أنا، أليس كذلك؟ أها، بالتأكيد. ما الذي ننتظره؟ لندخل إليها. كنت أمل أن تقولي هذا. لم أتوقع أبداً أن أعيش في قلعة. إنه وقتي المفضل في الأسبوع. يوم الملاءات النظيفة. رائحتها رائعة، كأنها مرج صيفي. إنها رائعة. لقد وجدت مكاني السعيد. لنفعل هذا. لا أرى أي تجاعيد. إنه عمل فني. ماذا؟ انظري يا أمي، أستطيع لمس السماء. وي! لا، ماذا تفعل؟ ملاءاتي الجميلة. توقف عن ذلك الآن. ربما كان هذا خطأً. كيف يستطيع أن يفعل ذلك؟ علي إصلاح هذا. ربما يمكنني استخدام هذا الورق المقوى. سأضعه على السرير. علي تغطيته. سيفي هذا بالغرض. عزيزي، تعال إلى هنا. سيكون هذا رائعاً.
آسف يا أمي. ها؟ ما هذا؟ أنا مرتبك جداً، لا أستطيع القفز على هذا. لقد نجح الأمر. ها؟ أنت قاسٍ، ابتعد. دبي. هاي رأسي. ها! عزيزتي، لقد صدمت رأسي. حسناً، ستكونين بخير يا عزيزتي. ها! يمكنني الطيران. لقد جففت كل شيء. دبي. آي! هو عزيزتي. لحظة واحدة، تحتاج ميغان إلى الحماية. سأستخدم الإسفنجة لحمايتها. يمكنني وضعها حول رأسها. لن تعاني مجدداً بسبب الحواف الحادة. ليس بوجود هذا الشيء. رائع. لا، لا شيء. لا. يكفي هذا. العبي بهذا. هذا هو مطعمي الجديد. لقد علقت المصابيح بنفسي. هيا من هذا الطريق. أنا جائع للغاية. إنها لذيذة. في الواقع مذاقها ليس جيداً. ميغان، لا تأكلي البلاستيك. كان ذلك وشيكاً. يمكنك أخذ الشوكولاتة البيضاء. هيا. حسناً. أوه، طعمها مقزز. هل تريدينها؟ نو. أوه، حقاً. لا ألومك، لكن هذا بلاستيك. نعم، إنه لذيذ. لا، توقفي، ستختنقين. ربما يمكنني فعل شيء. أملأ الوعاء بالشوكولاتة البيضاء ثم أذيبها. تبدو جيدة. والآن أضعها في هذا القالب. نعم، في كل مربى. ثم نضيف ألوان الطعام، قطرات قليلة فقط. ثم نقلبها بهذا الشكل. يمكننا صنع الكثير من الألوان. والآن إلى المجمد. لقد انتهيت. تبدو مثل قطع الليجو، لكنها آمنة تماماً، ورائحتها رائعة أيضاً. لا أعرف. جربيها أولاً. رائع، لقد أعجبتك. إنها لذيذة. هل أعجبتك؟ إنها رائعة. إنها لي. لنبني برجاً ضخماً مرتفعاً للغاية. أوبس، أنا آسفة. أنا جائعة. عيد ميلاد سعيد يا أمي. لنحتفل. مذهل، يبدو ذلك جيداً. سأضيء لك هذه الشموع. حسناً، ها هي. وها هي الأخرى. أوه، انظري. إنها تحترق بسرعة. إنها جميلة جداً. انظري. رائع. إنها احتفال رائع بعيد الميلاد. هو يدك. لا. هو لا أصدق. انظري لهذا. لا تحزني، لا بأس. بينغو. لحظة واحدة، يمكنني إصلاح ذلك. حسناً، سأستخدم الجزر. نضع طرف الشمعة بها. هكذا أكثر أماناً. والآن أمسكي بهذا. مذهل، هذا رائع. هاو، انظري إلى شمعتي. إنها تحترق. رائع. مرحى. عيد ميلاد سعيد. يؤسفني أنك مريضة. تشوه. أوه، كثير من الرذاذ. آسفة، لا يمكنني منعها. لا بأس يا عزيزتي. أوه، هذا مقزز. أولا، تشوه. لا أصدق. سأتولى الأمر. إنها محتقنة. لقد سئمت من ذلك المرض. هذا زكام سيء للغاية. سنحتاج إلى بعض الأدوية. ستشعرين بالتحسن في وقت قصير. والآن افتحي فمك جيداً. جيد. أوه، كنت أخشى حدوث ذلك. هذا صعب للغاية. لا أعرف ماذا أفعل. أعتقد أنني سأنتظر فحسب. إلا إذا ربما يمكننا تنظيف هذه الأنف.
أولاً نسكب الماء في الزجاجة، يكفي إلى المنتصف، ثم نضع خليط غسل الأنف، ثم نتركه يذوب قليلاً، ثم نركب الجزء العلوي ونضيف هذا الجزء الخاص. هل أنت مستعدة؟ المساعدة في الطريق. أرأيت؟ إنها تخرج، تبقى القليل. ها نحن ذا. أو هل كان هذا في أنفي؟ يمكنني التنفس. مهلا. لا، كان ذلك وشيكا. لم تفعل، أليس كذلك؟ إنها تتكلم وتتكلم. أوه، أحتاج إلى طلاء أظافري. لا أصدق هذا. أوه. ها؟ أوه، مرحبا يا أمي. حسنا، يجب أن أذهب، أحب الحديث معك. أوه، هاتف الأم. أريده، اقتربت كثيرا منها. أوه لا، لن تفعلي. لا تلمسي هاتفي. أوه، هذا جيد. الأشياء الجميلة والبسيطة كافية. شو ابتعدي. أردت بسكويت فقط. حتما أردت ذلك، لقد حصلت عليه. واو، أشعر أنني كبيرة. يجب أن نتناول الغداء معا. أعرف مكانا صغيرا رائعا. لقد مضى وقت طويل. ها، ماذا تفعل ماجان؟ أجل، أحضري دمت دبابة. لا، هاتفي. لحسن الحظ أنك أمسكت به. ماذا قلت؟ لا تفعلي ذلك مرة أخرى. مهلا، لدي فكرة، يمكنني استخدام هذا الصندوق. أجل، قد ينجح هذا. سأقص مستطيلا من الصندوق، والآن أحتاج قلما رصاص. حان الوقت لأطلق العنان لمواهبي الفنية. أريد رسم الخطوط العريضة لهاتف، ثم سأقوم بقصها. علي تجميعها الآن. سأبدأ بهذه القطعة. سأضع الغراء حول الحافة، لا أحتاج الكثير منها، وسألف الكرتون حوله. سأثبت الجزء الخلفي، كل شيء جيد حتى الآن. سأكرر الشيء نفسه مع الجزء الآخر وسأثبتهما معا. هذا ممتاز، إنه هاتف قابل للطي، ولكن لا يمكنني تركه هكذا. يجب أن أزينه. سألونه باللون الوردي، سألونه حول الأزرار، وسأحرص على عدم تجاوز الخطوط. والآن سألون الأزرار. سأستخدم لتلوينها اللون الوردي الزاهي. سأضع اللون نفسه حول الحافة، ولن أنسى الجزء الخارجي. سينال أعجاب ماجان، سيكون مفاجأة لها. سألون هذا الجزء باللون الأبيض، يجب ألا أغفل عن أي بقعة. ليته كان لدي هاتف، أشعر بالغيرة. انتهيت تقريبا، أحتاج فقط إلى إضافة لمسات الأخيرة. سأضيف اللون الوردي إلى الجوانب، وسأضيف القليل من اللون الأصفر. أعتقد أن هذا كاف. أضفت أيضا صورة للشاشة. أو ماجان، لدي شيء من أجلك، ما رأيك؟ ماذا؟ لا أصدق، هذا مدهش. يجب أن أجري مكالمة هامة. مرحبا، صالون العناية بالأظافر. أهلا. نعم نعم، أريد أن أحجز لطلاء أظافري. نعم، لي ولابنتي. يبدو هذا مناسبا. ممتاز. هل تستمتعين يا صغيراتي؟ بالطبع يا أبي. هيا بيكاتشو. ماذا؟ أبي، سقط براز الطائر علي. ماذا؟ ماذا قلتي؟ أوه، هذا ما كان ينقصنا. دعيني ألقي نظرة. أبي، هناك المزيد. ماذا سنفعل؟ سأختبئ في الأسفل. لا، أنا مكشوف. يجب أن أجد حلاً وبسرعة. انظروا، ثوبة من القمامة. سأعود بسرعة لنرى ما لدينا. يا سيفي، هذا بالغرض. هيا، ليس لدي وقت لأضيعه. واو، انظروا إلى هذا، هذا رائع. يعجبني هذا، لن تنال مني الطيور. هيا، أنا مستعدة لأي شيء. أوه، انظروا إليها. يا إلهي، أنا تحت الهجوم. ماجان، انتظريني عزيزتي، أرجوك قفي. وعاش بسعادة إلى الأبد. أحلاما سعيدة يا صغيرتي. تصبحين على خير يا أمي. لا أشعر بالراحة. أوليفيا، كنت أنتظرك لنقضي وقتا ممتعا. لا، هذا غير ممكن. أمي، تعالي إلى هنا. ماذا هناك يا عزيزتي؟ هناك وحش في الخزانة. سألقي نظرة. هذا المكان خال من الوحوش. هل أنت متأكدة؟ لكنني رأيته، كان هناك وكان مرعبا. مهلا، ما ذلك؟ ليس مجددا أمي، هذا الوحش. ما هذا؟ أوليفيا، لقد ناقشنا هذا الأمر من قبل. أنا خائفة جدا. لا يوجد وحش، هم ليسوا حقيقيين. هيا، لن أخرج إلى هناك، أنا في أمان تحت بطانيتي. أهو عزيزتي. مهلا، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. ابقي هنا، أحتاج إلى قطعتين كبيرتين من الورق المقوى. سأضعهما على شكل زاوية وسأثبتهما معا، سيبقيهما هذا ثابتتان. والآن سأحتاج إلى ملاءة كبيرة. سأضع هذه فوق الكرتون. أريد أن أصنع خيمة، لكن لم أنتهي بعد.
سأحتاج إلى هذه الأضواء. سأضعها فوق الخيمة. يجب أن تكون جميلة ومريحة. ستتولى هذه السجادة المهمة، ويمكن لهذا الدب الدمية القيام بحراسة. سنحتاج إلى بعض أصدقائه. لدي كتب أوليفيا المفضلة. أصبحت هذه الخيمة أشبه بالمنزل. هذا بالضبط ما أردته. أخيراً لقد انتهيت. أوليفيا انظري. واو هذا رائع. هل فعلت هذا من أجلي؟ شكراً يا أمي. تصبحين على خير. لقد نجحت هذه الحيلة. يمكنني الاسترخاء أخيراً. يجب أن أخرج من هنا. لا أريد أن أوقظها. يجب أن لا أصدر أي صوت. أكاد أصل. لا. إصبع قدمي يؤلمني كثيراً. رائع. انظروا إلى هذا. يا له من مكان فاخر. هذا ما أريده تماماً. مهلاً. مرحباً. كيف الحال؟ مطعم جميل. أليس كذلك؟ ماذا تفعل هنا؟ أيها النادل، تعال إلى هنا. أريد الأصناف المميزة. أريد طعاماً وحسب. أعطني طعام. يا سيدي، يا له من رجل ودود. هل يمكننا تسريع الأمر؟ أنا جائعة جداً. أخيراً، يبدو هذا مثيراً للاهتمام. أنا لا أكل صندوقاً. كنت أعرف ذلك. كعكة لذيذة. وقت الوجبات الخفيفة. اسمح لي يا سيدي، هذا ليس صحيحاً تماماً. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. والآن اللمسات الأخيرة. رائع، يا له من رجل استعراضي. هذا لا يصدق. رشات من الورق. أين ذهبت؟ مهلاً، شيء ما يحدث. ماذا يحدث؟ مرحباً. مرحباً بكما في تحدي طعام. كنت أتوقع تصفيقاً. بالطبع، كيف نسيت؟ هل هذا أفضل؟ لنبدأ. يلا الروعة. حقاً، يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك. ماذا كنت تقول؟ حسناً، يجب أن أقوم بتزيين كعكتي. أعرف بالضبط ما يجب فعله. سأعود فوراً. هذا التاج جميل جداً، وسيكون ملكي. الجريمة الكاملة. لا يبدو هذا جيداً. نجحت. يمكن وضعه فوق الكعكة. يبدو رائعاً. هولا الشرطة. مرحباً، هل رأيت هذا الشخص؟ لا أعتقد ذلك. تصرفي بشكل عادي. لا أحد يشك في شيء. عذراً، لا يمكنني مساعدتك. سيظل الأمر لغزاً. لا توجد كعكة بعد، أليس كذلك؟ هذا غير عادل. يمكنني استخدام هذا. سأقوم بثنيها على شكل دائرة. تبدو هذه الكعكة لذيذة. سأتذوق. هذا جيد. أريد المزيد. لا أستطيع التوقف. أحتاج إلى الوصفة. حسناً، الطاهي الخاص بها والمسؤول. رائع. هذه هي الأشياء الجيدة. هذا عرض حقيقي. أنا فخور جداً بذلك. الوقت ينفذ يا شباب. يبدو أنني ارتكبت خطأ. لقد كانت لذيذة جداً. ها نحن ذا. لقد انتهيت. مرحباً، من المفترض أن أكلها. الولد الفقير يفوز. مهلاً، هذا أنا. رائع، لا أصدق ذلك. يمكنك الحصول على هذا. أحب أن أكون ثرية. أشعر بالكرم. خدعتك. كان هذا وشيكاً جداً. أنا نادم على هذا بالفعل. تحدي جديد. الجائزة الكبرى. مرحباً، هل أنتما مستعدان للمهمة التالية؟ تبدو جيدة، أليس كذلك؟ وطعمها ألذ. ماذا تنتظران؟ ماذا؟ لقد فهمت. في المقدمة. أنا أعمل مع حمقى. توقفا. فكرا ببساطة أكثر. ماذا قال؟ فهمت. سيؤدي هذا المهمة. سأبدأ بكرات الموزاريلا. هل يمكنك أن تمرر لي ورقة شجر؟ يشرفني ذلك. خذي الفرع كله. شكراً. سيضيف هذا بعض النكهة. الريحان وجبنة الموزاريلا مزيج كلاسيكي. بعد ذلك سأضع اللحم على السيخ، ثم سأضيف المزيد من الريحان. الريحان وجبنة الموزاريلا مزيج كلاسيكي. الأمر يتحسن باستمرار. أخيراً سأضيف المزيد من الجبن. إنها وجبة خفيفة مثالية، ولكنني سأنتقل إلى المستوى التالي. الذهب يحسن كل شيء. تغلب على ذلك. رائع، هذا مثير للإعجاب. لدي فكرة. سأحتاج إلى بعض الورق. دعونا نغير حجمها. أنت تهدر المال، هل تعلم؟ ماذا الآن؟ مهلاً، لدي فكرة. سيكون هذا مؤلماً. أحتفظ بقلم رصاص هناك لحالات الطوارئ. حسناً، لنعمل. ستكون هذه مكوناتي. حان الوقت لإضافة بعض الألوان. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك. كيف تجرأ؟ أعتذر على ذلك. سأقوم بتلوين هذا الجزء باللون الأحمر. أنا مستمتع بهذا. إنه مهدئ للأعصاب.
الآن سأضيف المزيد من المكونات. تبدو كوليمة. بعد ذلك سأقوم بقصها. قص قص. ماذا يحدث هناك؟ انظروا، إنها أشبه بحفلة شواء. السماء مليئة بالدخان. لا أريد حرقها. لقد تم طهيها على أكمل وجه. يمكنني تزيينها. لقد انتهيت. ها، يبدو ذلك رائعاً. أريد تجربة واحدة. يمكنك تذوق وصفاتي. يبدو هذا عادلاً. هذا مذاق مثير للاهتمام. إنه يبدو كالورق. يبدو هذا لذيذاً. رائع، إنها حفلة طعام لذيذ. مدهش. انتظر، هل أكلتها كلها؟ كيف جرأت؟ عد إلى هنا. اتركيني وشأني، علي الاختباء. ها، إلى أين ذهب؟ لقد اختفى للتو. لقد نجحت. وجدتك. أنا مرهقة، أكره التمارين. أين الطعام إذن؟ هيا. حسناً، بخصوص ذلك، هذا أمر مخيب للآمال للغاية. ميندي تفوز. كنت أعرف ذلك. أحتاج إلى تحسين عملي. يوجد مقهى جديد في المدينة. يبدو جيداً. جربوا المقهى الجديد الخاص بي. بالتأكيد يا صديقي. شكراً. هو من هذا الطريق. انظروا يا شباب، لا تفوتوا الفرصة. أعطيني ذلك. لقد رأيتها أولاً. اتركيها. انظري ماذا فعلتي. يلل. ها، يبدو هذا رائعاً. ها، أين نحن؟ وما الذي ارتديه؟ أبدو بمظهر جيد. أنا أبدو مثل المشردين. هذا غير عادل. ماذا تريد؟ أوه، هذا لك. أعطيني هذا الطعام المميز. بالطبع، بالهناء والعافية. هو يبدو هذا جيداً. أحتاج إلى النقود. رائع، أنا مفلس. الأمر يستحق المحاولة. لا أعتقد ذلك. أبعد هذا عني. الآن ماذا سأفعل؟ قد يساعدني هذا. الآن بدأت تفهم. شكراً لك يا سيدي. سأطلبه الآن لك. تفضل. الدونة اللذيذة قادمة قريباً. إنها طازجة. أعتقد أنك ستستمتع بها. أتمنى أن تنال إعجابك. أعني أنها تعجب الجميع. تفضل. شكراً. سأحاول تذوقها. إنها هشة. أنا أحب هذا الجزء. هاو، أين نحن؟ أنا مشوش للغاية. أنتما انظرا هنا، حان وقت تحدي طعام. هاو، يبدو هذا جيداً. أنت انظري إلى ذلك. إنها لي. تفضلي أنت. لا، أنا أصر. من فضلك افتحي أنت. لا أستطيع. هل تمزحان معي؟ ارفع. إنه يجعل الأمر يبدو سهلاً. هيا بنا. بيتزا، تماماً كما كانت تفعل أمي. تذوقي. لا أعتقد ذلك. مرحباً، أريد أن أطلب بيتزا. هاو، لقد وصلوا. أنت تستحق إكرامية. يمكنك أخذ هذا أيضاً. بيتزا، إنها المفضلة لدي. هذه هي البيتزا التي تفضلينها. ابتعد. حسناً، صندوق. أتساءل عما يوجد بالداخل. أحتاج إلى فتحه. أنت، هذه لي. هذا أمر مهم. أحب المفاجآت. ها؟ أوه، لقد فهمت. ماذا يحدث؟ ماذا تفعل؟ آسف لذلك. أنت، انتبه. ماذا تفعل الآن؟ سوف تكتشفين ذلك قريباً. علي تلوين قطعة الورق المقوى هذا. لقد أوشكت على الانتهاء. حسناً، يجب أن يفي ذلك بالمطلوب. لقد صنعت مقلاة. الآن يمكنني إعداد عاصفة. لقد حصلت على قاعدة البيتزا الخاصة بي. بعد ذلك يمكنني إضافة الإضافات. سأبدأ بالطماطم. أنا من أشد المعجبين بالبيبيروني. إنها تحتوي على كل ما أحبه. أعتقد أنها جاهزة. هو، إنها ساخنة. هل يمكنك المساعدة؟ أين البيتزا؟ إنها قادمة. ما رأيك؟ حسناً، هذا صعب، لكن تايلر يفوز. رائع، لا أصدق ذلك. هناك حل واحد فقط، سأقايضك. أوه، لقد حصلت على صفقة. إنها لامعة جداً. حسناً، يعني هذا أن ميندي هي الفائزة. كنت أعلم ذلك. وهذا ليس عدلاً. لا يزال لدي هذا. جاهز، انطلق. أنا فزت. وقت إعادة المباراة. أنا في طريقي إلى النجاح. مرة أخرى. أعطيني النقود.
هذا رائع. ها رائع، يمكنني فعل ذلك. أريد بعض الرامن. معكرونة لذيذة وشهية. مستحيل، إنها نودلز، إنها ملكي، كلها لي. رائع، أنا سعيد جدا. المزيد، أريد المزيد. أنت وقف. عفوا، آسف، هذا ما أبحث عنه. إنها سعادة في فنجان، أنا متحمس جدا. من الأفضل إزالة الصلصة، سأحتفظ بذلك حقا. التتبيل مهم، هذا كل شيء. سأحتاج إلى الماء. لذيذ، نضعه هنا. الآن إلى الجزء الممتع، يمكنني إضافة المكونات الأخرى. كل شيء مهم، يجعل هذا الأمر أفضل. بعد ذلك سأضيف الصلصة، سيمنحها هذا مذاقا رائعا. أنا أحبها حارة. هذا كل شيء، والآن أنتظر. لقد حان دوري، سوف أخذها. يسعدني التعامل معك. دعونا نفعل ذلك. سأحتاج إلى صانع المعكرونة. تمنوا لي التوفيق. هاو، لقد نجح الأمر. لدي قطعة صغيرة من المعكرونة، أحتاج إلى حشوة. سأبحث عن الأحجار الكريمة، سأضيف إليها المزيد من المعكرونة. الآن سأضغطها معا. حان وقت طهيها. أحتاج إلى وعاء من الماء الساخن. لا ينبغي أن يستغرق هذا وقتا طويلا. من كان يعلم أن الطبخ ممتع؟ يجب أن أجرب ذلك كثيرا. علي تقليبها أثناء الطهي. هكذا تماما. أعتقد أن طبق الرامن الخاص بي أصبح جاهزا. انظروا إلى ذلك، سأضعه على طبق. رائع، لعابي يسيل، يحتاج إلى البيض. ماذا عن الجمبري؟ لا أستطيع أن أنسى الأعشاب. يتعلق الأمر كله بطريقة التقديم، إنه عمل فني. تم طهي المعكرونة، سأحاول تذوق واحدة. لذيذ جدا. هذه الرائحة رائعة. إنها كذلك بالفعل. هذا قرار صعب. لا أعرف، تايلر يفوز. أنا هو. أنا أعظم طاه على الإطلاق. إنه تعادل، أحسنتما. هل سمعت ذلك؟ صافحيني. رائع. لقد قرأت هذه بالفعل. مهلا، ما هذا؟ هذا ما كنت أحتاج إليه. هذا يوم حظي، يمكنني استخدام هذا بالتأكيد، لكني أحتاج إلى هاتفي. حان وقت العمل. سأضع الصندوق على جانبه، وسأضع عدسة مكبرة عليه، ثم سأصنع ثقوبا حول العدسة. فور انتهائي سأزيل قطعة الورق المقوى. سأضع الغراء حول حافة الثقب، وسألصق العدسة به. أعتقد أنه جاهز. لا مزيد من الصحف المملة. ليس وأنا أملك هذا. سأضع هاتفي في الصندوق، وسأضع الغطاء عليه. لدي سينما أفلام خاصة بي. كانت الأوبرا مذهلة يا أمي. واو، انظري إلى هذا، أريد هذا يا أمي. المشردة؟ تقصدين جهاز العرض. هل يمكنني مساعدتك؟ تفضلي يا عزيزتي. هذا ليس للبايع. معذرة، هل تعلمين من نحن؟ هيا يا عزيزتي، لا يوجد ما لا يمكننا شراءه. اسمعي الآن، فتاتي الصغيرة تريد جهاز العرض ذلك. أنتما تفسدان الفيلم، تحركا، ابتعدا، ارحلا من هنا. كلا، كيف تجرؤين؟ انتظري حتى يسمع الفتيات في النادي الريفي عن هذا. لقد بدأت أنزعج منكما. ماذا تفعلين؟ أمي، ماذا يحدث؟ لم أكن أتوقع ذلك. رائع، عرض سحري مجاني. أين نحن؟ وماذا نرتدي؟ لنحتفل يا فتيات، لنلتقط صورا ذاتية. أنت افتحي الباب. هل سمعتن شيئا ما؟ من قد يكون ذلك؟ مرحبا، ماذا يحدث هنا؟ أيتها الفتيات المزعجات بموسيقاكن الحديثة. إنني أحاول النوم. ماذا؟ من طلب الجدة؟ الجدة؟ كيف تجرؤين؟ سأريك. هل يمكن لجدة فعل هذا؟ ما نحني هذا شعورا جيدا. حسنا، لم يكن هناك داع لذلك. كان علي خفض الصوت. هل رأيتما هذا؟ ماذا سنفعل الآن؟ انظروا إلى حالته، لا يمكننا استخدامه. يا لها من جدة غاضبة. هل يمكن لإحداكن غناء البيت بوكس؟ انتهت هذه الحفلة، لنذهب يا فتيات. لكن هذا أسوأ شيء. ما زال لدي الوجبات الخفيفة والمشروبات على الأقل، وكلها لي. يمنحني هذا فكرة. أحتاج إلى أنبوب طويل من الورق المقوى. هذا
هذا بالحجم المثالي. ثم أحتاج إلى هاتفي، سأرسم خطاً في النهاية، هذا كل ما أحتاج إليه. ثم سأصنع شقاً، إنه يحتاج إلى طبقة من الطلاء بالتأكيد. أحب هذا اللون الأرجواني، سأغطي الأنبوب به. فور جفافة أحتاج إلى كوبين مشروبات، لقد صنعت فيهما شقين، سأضعهما على طرفي الأنبوب. إنه نظام مكبر الصوت الخاص بي، لنجربه. سأضع هاتفي في الفتحة، ثم سأشغل الموسيقى لنرقص الآن. هذا أفضل، حفلة رائعة يا جريس. أعتقد أن كل شيء جاهز. أوه، مرحباً يا ماندي، لقد وصلت أخيراً. هل تعيشين هنا فعلاً؟ حسناً، مرحباً، تفضلي بالجلوس وارتاحي. أمل أنك تحبين رقائق البطاطس، أنا أحبها. أوه، حسناً، شكراً، أنا جائعة. لا ينجح هذا، لقد قمت بتدريم أظافري للتو. لا يمكنني الوصول إليها. هيا، أريد تلك الرقائق. حسناً، سأنجح هذه المرة. ظفري الجميل، هذا كله خطأك. ليس بهذه السرعة، استرخي فحسب. أعتقد أن بإمكاني إصلاح هذا، كل ما أحتاج إليه هي حوامل الأكواب. هذا حسناً، قطع من الورق المقوى، شاهدوا هذا، سأضعها على الطاولة. سأحتاج إلى مسدس الغراء لهذا الجزء، سأمرر الغراء على حافة الورق المقوى. أحتاج إلى وضعه على جانب واحد فحسب، ثم سألصق هذه القطعة بالأخرى. سأضغط عليها لأتأكد من أنها محكمة. لدي قطعة أخرى قطعت منها دائرة، سأفعل الشيء نفسه بها، سألصقها هنا تماماً. ثم سألصق قطعة دائرية من الورق المقوى على مربع، سأضعها في المنتصف، وسأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. ثم سألف الورق المقوى حول الدائرتين. سأستخدم هذا الشريط لأجعله محكماً. يبدو هذا محكماً، لقد صنعت الثقبين على الجانبين، وسأمرر عصا خشبية عبرهما. هذا مثالي، يمكنني وضع هذا في صندوقي. لقد صنعت ثقباً في أحد الجوانب لأثبتها، سأتأكد من أنها تدور. يمكنني إكمال الصندوق الآن. سأضع قرصاً من الورق المقوى بالأعلى، سأضع صندوقين آخرين، سأضع قطعة من الورق المقوى وسأضع عليها الغراء. ستكون هذه قاعدتي. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر، ثم سأضع قطعة طويلة من الورق المقوى بالأسفل، ثم سألصقها بالصناديق. سأرتب هذه العلبة بالأعلى. لدينا موزع رقائق بطاطس. إنه لا يعمل، هل تمازحينني؟ دعيني أريك كيف يعمل. أدير القرص وستسقط الرقائق في الكوب. هذا رائع جدا، ولم أكسر ظفرا. إنها المفضلة لدي، لقد جعت كثيرا، أعتقد أنني أستحق مكافأة. إنها لذيذة جدا، لعلمك ليس هذا سيئا جدا، هذا رائع. تبدو هذه رسمة جيدة، ماذا أفعل أيضاً؟ سألعب بألعابي. خذي هذا، أحب الديناصورات، إنها رائعة جداً، إنها أفضل حيوانات أليفة. على أي حال، ماذا كنت أقول؟ أجل. انظروا إلى جريس، إنها تملك مخيلة خصبة، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء لها. دعوني أفكر. ستحب هذا، لكنه باهظ جدا، لا يمكنني تحمل تكلفته. ماذا سأفعل؟ مهلا لحظة، ربما يمكنني صنع شيء بدلا منه. أحتاج إلى بعض الورق المقوى، لحسن الحظ أملك الكثير منه. سأبدأ بهذا الصندوق الكبير، سأحضر المقص، سأصنع شقا مائلا على هذه الطية، سأقص حتى الزاوية، سأفعل الشيء نفسه على الجانب المعاكس. ثم يأتي وقت مسدس الغراء الوفي، سأضع الغراء على الحافة، لكني لا أريد أن أحدث فوضى. ثم سألصق هاتين الطيتين معا، وسأصنع ثقبا هنا. قطعت صندوقا آخر ليبدو مثل رأس ديناصور، يمكنني وضعه بالأعلى علي طلاءه. الأخضر هو اللون المثالي لديناصور، ورذاذ الطلاء سيسرع الأمور. ما زال لدي الكثير لأفعله، سأمرر الغراء على الرأس، وسألصق هذه القطعة المدببة على قطعة الورق المقوى. يبدو هذا جيداً، سأفعل الشيء نفسه بمؤخرة الصندوق. سأضع الغراء من الأعلى حتى الأسفل، هنا سأضع الذيل، ثم يأتي وقت اللمسات النهائية. جربيه يا عزيزتي. يا إلهي، أنا ديناصور. تراجعي، سأنال منك. إنه مرعب. أحتاج إلى قضاء يوم في منتجع، لكن ماذا يمكن للمرء أن يفعل؟ انظروا إلى هذه الحلي، أتذكر حين كنت أملك أساور ذهبية وماسية. لقد تغيرت الأمور حقاً. ما زلت أعتقد أنها جميلة يا أمي، تبدين دائماً أنيقة جداً. كم هذا لطيف منك يا عزيزتي، من الأفضل أن أذهب. ودعني أدرس. فلتحظي بيوم رائع يا أمي، هذه فرصتي، يمكنني أخيراً أن أنقض على علبة حلي أمي. انظروا إلى هذا، سأبدو مثل عارضة. ماذا لديها أيضاً؟ انظروا إلى هذه الأقراط وهذه الخواتم. لقد وصلت إلى المنزل أخيراً. هل وصلت أمي بالفعل؟ هذا ليس جيداً.
مرحبا يا جراس، لقد عدت، أتوق للراحة. ماذا سأفعل؟ هذه فوضى، سأقع في المتاعب. هيا، هذا لا ينجح، لنبطئ الوقت. هذا مثالي. مهلاً، هذا رائع جداً، لم أكن أعتقد أن هذا سينجح. أمي؟ ياها، إنها لا تدرك أنني هنا. مهلاً، يمكنني استخدام قطعة الورق المقوى هذا، هذا ما أحتاج إليه. سأضع يدي عليها، ثم سأرسم حولها. أريد رسم مخطط يدي، سيكون هذا رائعاً. سأثير إعجاب أمي. حسناً، لقد انتهيت من أول جزء، ثم سأقصها وسأضع الغراء عليها. سأمرر الغراء على رسمة يدي. أريد التأكد من وضع كمية كافية، يبدو هذا صحيحاً. ثم سألصق يداً أخرى عليها، ثم يأتي وقت الطلاء. يبدو هذا اللون البرتقالي زاهياً جداً، لقد أحببته. سأتركها لتجف. سأصنع قاعدة لها من قطعة دائرية من الورق المقوى. هذا هو المنتج النهائي، صافحني. لقد نسيت أمي، لا يمكنني التسكع طوال اليوم، ما زال لدي أشياء لأفعلها. علي الذهاب. معذرة، أنا أمر. أوبس، كنت أنسى. كل هذا الاندفاع في المكان أشعرني بالجوع. أحتاج إلى وجبة خفيفة، وأعلم ما أحتاج إليه تماماً. أعطني إياها، فأنت تتبعين حمية غذائية على أي حال يا أمي. أنا مرهقة، لنعيد الأمور إلى طبيعتها. مرحبا يا أمي. ماذا يحدث هنا؟ انظري إلى قلاداتي، كيف يمكنك فعل هذا؟ لا تفزعي، كل شيء تحت السيطرة. ما هذا؟ هل هي لأجل الحلي خاصتي؟ إنها فكرة جيدة، سأضع خواتمي هنا. هذا رائع، ستحافظ على كل شيء مرتبا وجميلا. لا أصدق أنك صنعتي هذا، أنت موهوبة جدا. أجل، أعلم ذلك، أعني إنها مفيدة جدا. أنت تستحقين مكافأة. ماذا؟ كيف حدث ذلك؟ هذا غريب جدا. شكرا يا أمي، أحب الشوكولاتة، إنها لذيذة جدا، تفضلي. شكرا يا عزيزتي، عانقيني. كان زياً جميلاً للغاية، قد بدوت رائعة. ربما سأشتريه المرة المقبلة. مهلاً، ما ذلك؟ هاشلي، انظري. ماذا؟ أنا مرتبكة جداً. هل هي 10 دولارات أم 10,000 دولار؟ هل ننميها في الهواء؟ هاجل، دعينا نفعل ذلك. هل أنت مستعدة؟ الأمر مثير جداً. يبدو أن الحظ يحالفني. هذا ظلم شديد، أنا من وجدتها. أعرف ذلك، لكنها القواعد. انظري إلى هذا، وهي ملكي بالكامل. هذا مذهل. حسناً، إنني أكره هذا بالفعل. أين حقيبتي الممتلئة بالمال؟ سأمنحك ما تحتاجين إليه، هذا كل ما في الأمر. شكراً لك. حسناً، دعينا نفعل هذا. ما ذلك؟ أعني، إنه الليل، هل عليك أن تكون مضيئاً هكذا؟ هل أيقظتك؟ هذا مزعج جداً. حسناً، سأعود إلى النوم. لقد طفح الكيل، علي إصلاح ذلك. ماذا تفعلين؟ إنه منتصف الليل. مرحباً، أحتاج إلى مساعدتك. هل اتصلت بي؟ أحتاج إلى ستائر. مدهش، لدي عينات رائعة هنا. تعجبني تلك. حسناً، دعيني أخذ بعض القياسات. حان وقت بدء العمل، لن يستغرق ذلك طويلاً. جيد، أنا متعبة جداً. أنتِ، انتبهي، لقد انتهيت، ما رأيك؟ أحسنتِ صنعاً، لقد استحققتِ هذا. هل هذا كل شيء؟ هذا مضحك جداً. لا يهم، تفضلي، تسرني خدمتك. تسرني خدمتك. ناني، هل أنا يمكنني نيل قسط من النوم؟ سنرى بشأن ذلك. إنها ستائر جميلة. أهلاً بالضحية الجديدة. بحقك، إنني أحاول النوم هنا. انظروا إلى تلك الستائر، تلك فكرة جيدة، لكني لا أملك شيئاً فاخراً مثل ذلك. ماذا سأفعل الآن؟
يمكنني استخدام هذه البطانية. سأبدأ بفرد البطانية على سطح مستوى، ثم سأطوي حافة واحدة. سأستمر في طيها فوق نفسها، وسأكون عدة طبقات. حسناً، سأمسك بها من المنتصف. أحتاج إلى إحداث ثقب في القماش. هو هذا لطيف جداً. والآن أحتاج إلى تثبيت طبقات أمان. سأدخل هذا الخيط عبر الثقب وأمسك بطرفه من الناحية الأخرى، ثم أفرد طيات القماش. أعتقد أنها جاهزة. هيا نعلقها. ينبغي أن تحجب هذه الضوء. مهلاً أنت، هذا ليس عدلاً. أو حسناً، صباح الخير. لا يمكنني ترك هذا الكتاب، إنه مشوق جداً. واو، إنه رائع للغاية. أشعر بملل شديد. لابد أن هناك شيء لأفعله. تأملوا ذلك. واو، مرحباً، أود أن أطلب شيئاً ما. خدمة الرعاية، تفضل. هذا ما أردته تماماً. هذا مدهش. ها؟ ما هذا؟ لا يهم، لا يسعني الانتظار لاستخدامه. الآن أصبح لدي ناد ليلي خاص. جميل جداً، ها؟ هو إنه مذهل. أوهو، تأملوا ذلك. هل يمكنني الاحتفال معكن؟ كلا. أوهو، لكن هذا تصرف لئيم. انتظرن، إنه لا يعمل. هو أعرف، انظرن، لدي هذا، سيكون سحرياً. سأزيل الجزء العلوي من علبة حليب كرتونية، ثم أرسم نجوماً فيها وألصق ورقاً داخلها. قليل من الطلاء وسأصبح جاهزة للاحتفال. أحتاج فقط إلى تأدية أفضل حركاتي في الرقص. ما رأيك أن؟ وفوق ذلك لدي مصباح. سأضع العلبة فوق المصباح ويمكننا الاحتفال. أوهو، هيا بنا، هذا رائع، يعجبني كثيراً، إنه جميل جداً. إنه يبدو جيداً حقاً. أشلي، ماذا تفعلين؟ إنني أحاول أن أركز، هذا صعب جداً. رائع، بحقك. كلا، لقد خسرت. ما الخطب؟ حسناً، يبدو هذا ممتعاً رغم ذلك. أتمنى لو كان بإمكاني أن ألعب. أشلي، هل يمكنني المحاولة؟ أنت جدياً؟ كلا، كان ينبغي أن أتوقع ذلك. حسناً. أوتش، على من ذلك؟ هل يمكنك أن تلتزمي الهدوء؟ جينيفر تتصل. مرحباً يا فتاة. الآن هي فرصتي، كنت أتدرب من أجل هذا. بخفة وهدوء، لقد حصلت علي. علي أن أكون سريعة. سأرسم حول جهاز التحكم. يبدو ذلك جيداً، لم أعد بحاجة إلى هذا. الجريمة المثالية. حسناً، عدت إلى لعبتي. إنها لا تشك في شيء. الآن علي إنهاء هذا. سأبدأ بقص الجزء الإضافي. سأقص الكرتون إلى 4 أرباع لأجعل الأمر أسهل. لا أحتاج إلى هذا. سأضيف صمغاً بطول الحافة. والآن سألصق شريط الكرتون المرن هذا به. سأضعه فوق الصمغ، ثم أثنيه ليلائم الشكل وأثبته مكانه. والآن سأضع قالب جهاز تحكم آخر فوقه. يبدو ذلك جيداً، لكنه لم ينتهي. والآن انتهيت، وأخيراً أصبحت من هواة الألعاب. هذا رائع جداً، كل ما احتجت إليه هو خيالي. يا لها من لعبة. كان ذلك وشيكاً، بحقك. ماذا تفعلين؟ إنه مجرد لوح كرتون، لكنها سعيدة على الأقل. أجل، لقد ربحت. هل رأيت ذلك؟ أحسنت صنعاً. حسناً، دعينا نجرب ذلك مجدداً. مهلاً، هل هذا كريس؟ واو، إنه في إيطاليا، وهو يبدو وسيماً. علي نشر صوري الخاصة، ربما سيعجب بها. سأحرص على التقاط صور جانبي الأجمل، سأبدو جميلة جداً. حسناً، دعوني ألقي نظرة. ماذا؟
تبدو جيدة، لكن الخلفية... أوه، لا يمكنني نشر هذا. دعوني أجرب زاوية مختلفة. كلا، هو أعرف. سأجري مكالمة سريعة. مرحباً، صوري الذاتية مريعة. افعل شيئاً ما. سأراك قريباً. ماذا تفعل الآن؟ والآن سأنتظر. أوه، كان هذا ثقيلاً. واو، ها قد أصبح جاهزاً. أعطيني ثمنه. استمتعي. هذا ما أحتاج إليه تماماً. واو، إنه مثالي. لطالما رغبت في السفر. هناك خيارات متعددة. هاو، برج بيزا. ابتسمي. تبدو هذه مذهلة. هاو، انظروا إلى هذه الإعجابات. أنا شعبية جداً. إنها محظوظة للغاية. أريد فعل ذلك أيضاً. لدي فكرة. يمكنني استخدام لوح الكرتون هذا. يمكنني رؤية العالم من دون مغادرة غرفتي. حان الوقت لأطلق العنان لإبداعي. أولاً علي صنع إطار، ثم أقصه. سألصق الإطار على لوح الكرتون. سأضغط عليه لأتأكد من أنه ثابت. قصصت شريطاً صغيراً من الكرتون وسأغطيه بالصمغ، ثم ألصقه أفقياً على الإطار. سألصق شريطاً آخر أفقياً. إنه أشبه بإطار النافذة تماماً. وقد صنعت مصر عيني أيضاً. والآن سأعلقها على الجدار. تبدو هذه بقعة مثالية. ها، باريس. أفضل الذهاب إلى الجبال. هاو، ماذا عن إيطاليا؟ سألتقط صورة سريعة. هاو، تبدو هذه رائعة. أشعر بالملل جداً. هذا مهم جداً أيها الطلبة. صاني؟ ماذا؟ أجل، بالتأكيد. يحدث هذا كل يوم. ماذا يجري؟ هاو، صحيح. لعلمك، ليس هذا سيئاً جداً. أعتقد أن الوضعية الجيدة أمر مهم. لست الوحيدة على الأقل. هذا مهين نوعاً ما. إنني أحاول التركيز. هذا ظالم جداً. أمي؟ ما الأمر؟ انظري إلى هذا. هل يمكنني شراؤها؟ أرجوك. أجل، بالطبع. هاو، لا أصدق هذا. هذه لأجلك. شكرا يا أمي. ما هذا؟ كرة ثلجية. ماذا أفعل بها؟ ماذا؟ ألا تعجبك؟ لقد أردت هذا. لقد تفعل أمي هذا بي. لن أستسلم. إنها تحتاج لإقناعها أكثر. يعتمد الأمر على الإلحاح. أحتاج إلى تناول المزيد من الألياف. أنت تحتاجين إلى هذا وأنا أحتاج إلى هذا. هل تمازحينني؟ حسناً، سأفعل أي شيء لأعيش حياتي بهدوء. واو، متجر الألعاب هذا رائع. من الأفضل أن أتصرف باحترافية. إننا نبحث عن هذا. لا تتوقف ابنتي عن الحديث عنها. أخبريني بأنها لديك أرجوك. بالطبع، إنها هناك. حقاً؟ ها، يوجد تخفيض عليها. هذا يوم حظي. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. ما الخطب؟ كلا، اللعبة. يبدو أنها نفذت. الأسرع يفوز. حظاً موفقاً في المرات القادمة. كلا، أنت لا تفهمين الأمر. أحتاج إليها. علي التفكير في شيء ما. ربما يمكنني استخدام ذلك الورق المقوى. سألصق قطعاً من الورق المقوى معاً هكذا. أريد أن أصنع صندوقاً. ستتدحرج الحلوى من هذا الثقب. سأضيف الآن عصيان خشبية على الجانب. سأقطع وأكدس طبقات من الورق المقوى معاً. سأمرر عصاً خشبية عبرها من الأعلى. ثم سأضع رباطاً مطاطياً على جانبي العصا. ثم يمكنني وضعها في الصندوق. سأضع هذه القطعة على الجانب ذي الثقب. سأسحب الرباط المطاطي وسأثبته على العصا الرأسية. سأفعل الشيء نفسه الآن على الجانب الآخر. ثم يأتي وقت الحلوى. حين أدفع الورق المقوى، تسقط الحلوى من الثقب. ثم أحتاج إلى العمل على الجزء العلوي. ينبغي أن يكون مائلاً. ثم يمكنني وضع اللوح الأمامي. سأضع هذا المكعب الزجاجي على الصندوق. ثم سأضيف غطاءً سأملأه بالحلوى. هذه هي حلوى صاني المفضلة. ثم سأضيف وجهاً إليها. أريد أن أجعلها لطيفة. إنها تعمل. ما رأيك يا صاني؟ هاو، إنها ماكينة علكة. اضغطي على الآن وشاهدي ما سيحدث.
أوه أحب هذا. أريد المزيد. اتركي بعض الحلوى لي. لا يمكنني أن أعدك بشيء. أمي، ماذا الآن؟ انظري إلى هذا، أنا أريدها. لكن لما أزعج نفسي؟ أنت متأخرة في السداد. مالان، ربما أحمل بعض المال. هل تقبلين الدفع بالقيود؟ آسفة، إنها كل ما لدي. كلا، طفح الكيل، سترحلين من هنا. كيف تدفعين بالقيود؟ هذا مهين جدا. أعتقد أن عليك البحث عن مكان جديد للسكن. لن يكون من الصعب بيع هذا. أنا أحب عملي، فأنا شخصية اجتماعية لعلمكم. لا أتذكر هذه الديكورات. ماذا حدث هنا؟ المنزل للبيع؟ كيف ذلك؟ لقد طردنا. ماذا يحدث؟ لن يحدث هذا. لدينا الكثير من الخردة. حسناً، ما التالي؟ أمي، ما هذا؟ لقد رأيت هذا، أليس كذلك؟ هل علينا الانتقال من منزلنا؟ هذا أسوأ شيء. مهلا اللحظة، أعتقد أنني أعرف ما علي فعله. نحتاج إلى هذه الصناديق وحسب. سأضع هذا هنا. سأحتاج إلى مسدس الغراء خاصتي أيضاً. سأغطي أعلى الصندوق بالغراء، ثم سألصق صندوقاً آخر به، ثم يمكنني وضعه على جانبه. سأكدس المزيد من الصناديق بالأعلى. أحتاج إلى أنبوب الورق المقوى هذا. سأضع الغراء على جانب الصندوق. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. سألصق الأنبوب بالصناديق. ينقصني شيء. أعلم ما هو. ستكون هذه القطعة هي السقف. إنها بالمقاس المثالي. ثم علي تزيينه. ستصنع التفاصيل الصغيرة فارقاً. سأمنح الآن السقف شكل بلاطات. صنعت هذه الليمونة من الورق المقوى، ثم سأضيف كرات البومبوم الصغيرة هذا. أريد أن يبدو ممتعاً، وأريده أن يكون زاهياً. هذه هي اللمسة النهائية. إنها كشك عصير الليمون الخاص بي. كنت أنسى، أحتاج إلى الليمون. أعتقد أن لدي كل ما أحتاج إليه. أنا سعيدة جداً بهذا. حان الوقت لقطع الشريط. أعتقد أنني جاهزة للعمل. أحتاج إلى عملاء فحسب. الجو حار جداً. مرحباً، هل يمكنني الحصول على كوب؟ هذا ما أحتاج إليه. يسعدني جداً أننا نتسكع معاً. واو، أنا أحب عصير الليمون. هيا، نريد اثنين رجاءً. هيا، خذي ما لي. ارحلا من هنا. أعطيني إياه، أعطيني إياه. واو، أنا ثرية. أمي، انظري إلى هذا، أنا رائدة أعمال. ليست سرقة المصاريف نموذجاً جيداً للعمل. هيا، سأريك. لقد افتتحت كشكاً لبيع عصير الليمون. أنا فخورة بك جداً، أنت مذهلة. مالاً، لديك بعض العملاء. يوجد الكثير من العصير للجميع. سيكون هذا يوماً مزدحماً. من التالي؟ حسناً أيها الطلاب، من يعتقد أن بإمكانه إجابة هذه الأسئلة؟ أنا. ماذا عنك؟ ساني. أجل، كنت آمل أن تقولي هذا. هذا مرتفع جداً. تفضلي الطباشير، هيا ابدأي. لن أخيب أملك. يسرني سماع ذلك. يجري هذا جيداً. هذا جيد. لقد انتهيت. ما هذا؟ أيتها المعلمة؟ هل هذه مزحة؟ أعني، لابد أنها مزحة. لا يوجد تفسير آخر. إذن كيف كان أدائي؟ دعيني ألقي نظرة. أعني، هذا مثير للاهتمام. لست متأكدة بشأن هذا. اعتقدت أن الإجابة 4. وماذا عن هذا؟ ماذا عنه؟ إنه الرقم 5. أجل، لست متأكدة بشأن هذا. كيف يمكنني إصلاح هذا؟ سأتولى الأمر. أولاً، أحتاج إلى قطعة طويلة من الورق المقوى، ثم سأرسم عليها الأرقام. هكذا تماماً. ثم سأفرغها. سأزينها بهذا الخرز. إنه يجعلها ملونة وزاهية. هذا ما أحتاج إليه تماماً. إنه كدليل لكتابة الأرقام. واو، هذا جميل جداً. يلا من فكرة رائعة. تفضلي، جربيه. سأضعه على السبورة، ثم سأستخدم الدليل لكتابة الأرقام. هذا أسهل كثيراً. أتمنى لو كان معي من قبل. كنت أعلم أن هذا سيفي بالغرض. لقد انتهيت.
عمل ممتاز يا صاني، يستحق هذا علامة امتياز. أنا فخورة بك جدا. واو حقا. انقر اعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. مرحبا يا شباب، انا لونا، عدت اليكم بمقطع مصور جديد. هذه مدرستي. الاشياء المثيرة قادمة. انا امزح، هذا انا فقط. اوه سأريكم يوما في حياتي. انها فرصتي، يجب ان ابدو بافضل مظهر. لا يمكن لشيء ان يفسد هذه اللحظة. لونا انا اسف. حقيبتي. لماذا تصرخ؟ يجب أن أصلح هذا. امنحيني القليل من الوقت، سأثبت هذا هنا وأقصها من هنا، وهقد صنعت لك حقيبة جديدة. أتمنى أن تنال إعجابك. واو تعجبني كثيرا. يا أصدقاء عليكم مشاهدة هذا، إنها الحقيبة الأجمل على الإطلاق. رحبوا ببراين. يجب أن أذهب إلى الدرس. إلى اللقاء يا براين. ها؟ لا انتظري لونا. يوم جديد عادي، لكن علي إنهاء هذا العمل. هل يعمل هذا الشيء أصلاً؟ ها؟ ما هذا الضجيج؟ هذا ممتع جداً. أهلاً بك في متجر الألعاب الخاص بي. انظر من حولك. أليست هذه هي غرفة اللعب؟ انظروا إلى هذا، هناك الكثير من الألعاب. لقد تحققت كل أحلامي. من أين أبدأ؟ متعة التسوق. سأخذ هذا وهذا. أعتقد أن هذا هو كل شيء. سأحسب لك ثمنها. تملك ذوقاً فاخراً. لا أحب هذا الصوت. ثمنها مليون دولار. إنها صفقة. الكثير من الأصفار. حسناً، ربما أحتاج إلى خفض أسعاري. لا بأس. ما رأيك الآن؟ هل يعجبك هذا؟ هذا أفضل. يمكنني دفع هذا. هل يمكنني الدفع بالبطاقة؟ ماذا؟ لا، نحن نقبل الدفع نقداً فقط. أترى هناك لافتة. لا بأس، سأذهب لسحب النقود. لا تنظري إلى الرقم السري، إنه سر. انتظري، لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. سأحتاج إلى بعض العملات المعدنية أيضاً. أعتقد أن هذا كافٍ. ستكون هذه الألعاب لي. تفضلي. لقد كان ذلك رائعاً. كيف فعلت ذلك؟ تعالي هنا وسأخبرك. كل ما تحتاجينه هو الورق المقوى. سأرسم أولاً خطوطاً للفتحات، ثم أقصها. وبعد ذلك أحتاج مربعاً صغيراً من الورق المقوى. سأقص به أخاديد بهذا الشكل. هكذا بالضبط. سأضع الغراء على الأطراف، لن أضع الكثير منه. ثم أثبته على الشقوق. وبينما أنتظرها إلى أن تجف، يمكنني صنع بطاقة الصراف الآلي الخاصة بي. سألون قطعة فوم باللون الأبيض. علي فقط التأكد من أنها بحجم ملائم. يجب أن تنزلق للداخل والخارج. تبدو مناسبة. أنا سعيد جدا بهذه النتيجة. والآن سأقلب الورق المقوى. أحتاج إلى مربع صغير آخر من الورق المقوى. سألصقه على حافة الفتحات، وسأكرر ذلك لجميع الفتحات، وأثبتها في أماكنها المخصصة. أحتاج الآن إلى قطعة كبيرة من الورق المقوى. سأحولها إلى أنبوب. سأترك قسماً صغيراً في النهاية، ثم سأضع الغراء عليه. سأضع خطاً من الغراء هنا. سأضغط عليه برفق، ثم سأثبته على الورق المقوى. سأضع مربعاً آخر هنا. والآن سأصنع صندوقاً. سألصق قطعة كبيرة من الورق المقوى على جانب واحد، ثم أوقفه. ستكون القطعة التالية الخلفية. سأستخدم الغراء لتثبيتها في مكانها. والآن أحتاج إلى وضع قطعة من الورق المقوى على شكل زاوية. يمكنني الآن إضافة الجانب الأخير. سألف قطع النقود وأضعها في الفتحات. وضع القطعة النقدية في الأنبوب. عندما تدخل البطاقة في الفتحة، ستندفع الأموال إلى الخارج. علي الآن تزيينه فحسب. إنه رائع، أليس كذلك؟ إنه يبقي أموالي بأمان. أريد أن أجربه. يمكنك العمل في المتجر؟ وسأخذ هذا. إلى اللقاء. ماذا؟ هاي. انقر أعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة. هذه هي القطعة الأخيرة. لقد أكملنا برجنا. لن يستمر هذا لفترة طويلة. أوه خذ هذا. أوبس كيف حدث ذلك؟ أوه كم هذا مشوق. أعطيني تلك. ها ودعي بنيتك المحشوة. لم أنت شريرة هكذا؟ أنا هنا لأنقذ اليوم. من هذا؟ أنا الأم الخارقة وأنا أراقبك. أنا؟ ارحلي من هنا. لكن ألعابي لقد دمرتها. سيكون كل شيء على ما يرام. دعي الأمر لي، فأنا بطلة خارقة في النهاية. واو
واو، ماذا حدث؟ مستحيل، لم أنتهي بعد. هذا لا يصدق. قطع صغير هنا، شاهدي هذا. واو، قطة لي وحدي، شكرا جزيلا. بيب بيب، ما رأيك في سيارة رياضية؟ أوه، أصبح هذا أفضل. طالما أردت كلبا، أنت الأروع. أوبس، علي الذهاب، يحتاج شخص آخر إلى مساعدتي. ودان، هل هذا أفضل ما لديك؟ إنني أترفق بك، سأريك. لا، أكره الخسارة. عليك اعتياد هذا، انتهيت من هذه اللعبة. أو لا تتصرفي هكذا، اتركيني وشأني. أعني ذلك، سأبقى بالأسفل هنا. والآن ماذا سأفعل؟ أو لدي فكرة، أستطيع استخدام هذا الورق المقوى. سأبني قلعة، سأبدأ بالجدران. تبدو جيدة، سأحتاج إلى قطعة أخرى. سأقص قليلا في الأعلى، هكذا تماما. أحتاج إلى قصها، السهولة والترفق هما الأساس. هذا مثالي، يمكنني أن أضيفها إلى قلعتي. سأضيف شريطا طويلا إلى الجزء السفلي. هناك شيء واحد مفقود، سأحتاج إلى باب وأعرف بالضبط ماذا أفعل. يمكنني استخدام هذا القلم والقلم الرصاص. سأمسك القلم الرصاص من المنتصف، سأتأكد من أن أبقي الخيط مشدودا. سيعطيني دائرة مثالية، لكني لم أنتهي بعد. أحتاج إلى رسم خطوط عمودية، سأضيف اثنين آخرين هنا، ثم يمكنني قصها. سأتبع الخطوط فحسب، الأمر بهذه السهولة. سأزيل هذا القسم وسأصنع قصات صغيرة في الأعلى. سأحتاج إلى طيها إلى الخلف، ثم سأثبتها في مكانها بالشريط اللاصق. سأفعل هذا في الدائرة بأكملها، سيكون هذا رائعاً. حان الوقت لإضافة اللمسات الأخيرة. سأدخل قطعة من الورق المقوى في إطار السرير، هكذا تماماً. يوجد شيء مفقود، كل قلعة تحتاج إلى جسر متحرك. لنصنع واحداً، سأصنع ثقبين في الورق المقوى، ثم سأدفع الحبل عبرهما. سألصق الحبل بالجسر المتحرك بالشريط اللاصق. إنه يعمل بشكل مثالي. واو، إنها رائعة للغاية. أتمنى لو كان لدي قلعة. أوه، إنها أنت. ينقصك بعض الأبراج، في الواقع أنت محقة. لنضيفها، سأمرر الأنبوبة إلى هنا. ستحتاجين إلى علم. كانت هذه فكرة رائعة، لقد أحببتها. شاهدي قمة البرج، لم أرى مثلها من قبل. لم أكن سأتمكن من فعل هذا دونك. تسرني المساعدة، إنني أستمتع كثيراً. سنحتاج إلى النوافذ، سأبدأ بالخط الخارجي. أنا سعيدة بهذا، الآن يمكنني قصها. سأستخدم المشرطة لهذا الجزء، ثم سأخرجها. ستكون هذه شرفة رائعة. أعتقد أننا انتهينا. لست متأكدة. لدي فكرة، سألصق قطعة من الورق المقوى حول الأبراج، ستساعد على دعمها. ونحن بحاجة إلى إطارات النوافذ، أريد أن يبدو هذا واقعياً. هذا تفكير جيد، سيعطي هذا مظهر الطوب. سألصقها في كل أنحاء القلعة. نحن بحاجة لبعض الخضرة، ستصلح آيفي ذلك. لفيها حول الأبراج والجدران، سبقتك في ذلك. ستضيف هذه الشموع بعض الإضاءة المزاجية. أنت تعلمين أنها من الورق المقوى، أليس كذلك؟ لقد انتهينا، انظري إلى ما لدي. أجل، لقد عرفت ما أفكر فيه، تبدو ساحرة للغاية. أجل، أليس كذلك؟ إنها أفضل مما تخيلت على الإطلاق. إنها قلعة تليق بأميرة، تعنينا أنا، أليس كذلك؟ بالتأكيد. ما الذي ننتظره؟ لندخل إليها. كنت أمل أن تقولي هذا. لم أتوقع أبداً أن أعيش في قلعة. إنه وقتي المفضل في الأسبوع، يوم الملاءات النظيفة. رائحتها رائعة، كأنها مرج صيفي. إنها رائعة، لقد وجدت مكاني السعيد. لنفعل هذا، لا أرى أي تجاعيد. إنه عمل فني. ماذا؟ انظري يا أمي، أستطيع لمس السماء. وي، لا، ماذا تفعل؟ ملاءتي الجميلة، توقف عن ذلك الآن. ربما كان هذا خطأً. كيف يستطيع أن يفعل ذلك؟ علي إصلاح هذا. ربما يمكنني استخدام هذا الورق المقوى. سأضعه على السرير، علي تغطيته. سيفي هذا بالغرض. عزيزي، تعال إلى هنا، سيكون هذا رائعاً. آسف يا أمي. ما هذا؟ أنا مرتبك جداً، لا أستطيع القفز على هذا. لقد نجح الأمر. أعتقد أنني أحضرت كل شيء، نحن مستعدون للذهاب. لاكسي، تعالي. أنا هنا يا أمي.
كدت أنسى ألعابي المحشوة، سأضعها في حقيبتي. أمهليني لحظة، هل تمزحينني؟ سأدفعها بقوة. تنحي جانباً يا عزيزتي، ستتولى أمك هذا، عليك وضعها بشكل ملائم، ربما سيساعد هذا. ادخلي إلى هناك، أعتقد أن الأمر قد نجح. هيا بنا. أنت عودي إلى هنا. ها؟ هل يوجد خطب ما؟ أو صحيح، هذا ليس جيداً. لا بأس يا عزيزتي، سنحسن الوضع. ما هذا يا أمي؟ يمنحني هذا فكرة. سأطوي الورق المقوى. إذن سأحتاج إلى مسدس الغراء الخاص بي. سأضع الغراء على الحافة، ثم سألصق قطعة منحنية عليه. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. سأضيف قطعة في الوسط. أريد إنشاء أقسام. سأمرر عود أسنان من هنا. سأصنع ثقوباً في الورق المقوى، ثم سأدخل الأعواد الخشبية. يبدو ذلك جيداً. سيكون هذا هو الغطاء. سأضع الغراء على طول الحافة، ثم سألصقها على الورق المقوى. يجب أن يكون هذا محكماً. ستعمل هذه مثل الأقفال. سنحتاج إلى عجلات. سأستخدم علب الألومنيوم لهذا. سأمرر الغراء على طول العلبة، ثم سألصقها بالقاعدة. سأضيف علبة ثانية هنا. الآن سأدخل أنبوباً من الورق المقوى. هذا هو القياس المثالي. لدي دوائر من الورق المقوى. سألصقها معاً. سأضغط عليها جيداً، ثم سأوصلها بأنبوب الورق المقوى. ها هي العجلات جاهزة. سأخذ شريطاً طويلاً من الورق المقوى. سألصق الحافة بالغراء، ثم سأطويها. سيكون هذا هو المقبض، وسأضيف مقبضاً ثانياً. بدأت النتيجة تظهر. تبقى شيء واحد آخر، علينا طلاؤها. هذا هو الجزء الممتع. سأحصل على فرصة للتعبير عن الفنان داخلي. سأبدأ بالطلاء الأسود، ثم سأنتقل إلى اللون الوردي. سيبدو هذا رائعاً. سيكون عملاً فنياً. أحتاج إلى إضافة عينين بيضاويين، ثم سأرسم شوارب. إنه لطيف للغاية. ماذا عني؟ أريد أن ألون. أوه، مسؤولية كبيرة. سأرسم الأذنين. شاهدي هذا، لقد فعلتها يا أمي. ألصقيها على الحقيبة. ها أنت ذا يا أرنبي. سأضع العقدة الفراشية هنا. هذه هي حقيبتك الجديدة. إنها مميزة للغاية. لا أصدق أنك صنعتها، إنها رائعة. سأسافر بأناقة. أتوق لاستخدامها لنحزم أغراضي. توجد مساحة كبيرة. يمكنك وضع دميتك هنا. توجد حتى مساحة للوجبات الخفيفة. لا يمكنني نسيان هذين. هذا كل شيء، يمكننا قفلها الآن. هو لقد تأخرنا. هيا بنا، لا نريد أن نفوت طائرتنا. يبدو هذا جيدا يا أمي. بثبات. كلا الهول، لم أتوقع أن يحدث هذا. أعرف ماذا أفعل. لنلعب هذا. لا أعتقد ذلك. ماذا عن ألعاب الفيديو؟ بالتأكيد، لم لا؟ سيكون هذا ممتعاً. ستتعرضين للهزيمة. ها، هذا رأيك. منذ متى ونحن نلعب؟ كل شيء غير واضح. أنا أشعر بالملل. لنفعل شيئاً آخر. ماذا عن التنس؟ ماذا؟ حقاً؟ أنا لا أمارس التمارين المجهدة. كان الأمر يستحق المحاولة. ربما الشطرنج؟ ممل. أريد أن أكل وجبات خفيفة. تفضلي. أوه، مقرف. ماذا سنفعل؟ أيتها الفتاتان، ما الخطب؟ لا يوجد شيء لنفعله. هذا رأيكما؟ قد تكون هذه ممتعة. أمي، لا. كما أنتما صعبتا الإرضاء. السكرابل ممتعة دائماً. حقاً؟ لا نريدها. حسناً، ماذا يوجد غير ذلك؟ مهلاً لحظة، شاهدا ما لدي. سيحل هذا كل شيء. ثقابي. تحتاج إلى وعاء فارغ. سأقلب، ثم سأرسم حوله. سأرسم دائرة على هذا الجانب، وسأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. كان ذلك سهلاً. ثم سأقص الدوائر. سأزيل مربعاً صغيراً من هذا الركن. لست بحاجة لهذا. سأطوي الحافة هكذا تماماً، ثم سألصقها في مكانها بالشريط اللاصق. سأفعل الشيء نفسه في جميع الاتجاهات، ثم سأرسم خطوطاً حمراء على الورق المقوى، وخطاً أسود في المنتصف. سأرسم حول بكرة الشريط اللاصق. ستمنحني دائرة مثالية. أعتقد أنها جاهزة الآن. شاهدا هذا، ارتديا هذا. هاو، مذهل. لنلعب. لا تملكين فرصة للفوز.
سأفوز. أوه، كان ذلك وشيكاً. أنا أحب هذه اللعبة. لا لا لا، لقد فزت. من تريد وجبة خفيفة؟ أيتها الفتاتان، استيقظا. ماذا؟ أوه، مرحباً أمي. هذا رائع. رائع، انظروا إلى هذا. يا له من مكان فاخر، هذا ما أريده تماماً. مهلاً. مرحباً، كيف الحال؟ مطعم جميل، أليس كذلك؟ ماذا تفعل هنا؟ أيها النادل، تعال إلى هنا. أريد الأصناف المميزة. أريد طعاماً وحسب، أعطني الطعام. يا سيدي، يا له من رجل ودود. هل يمكننا تسريع الأمر؟ أنا جائعة جداً. أخيراً، يبدو هذا مثيراً للاهتمام. أنا لا أكل صندوقاً، كنت أعرف ذلك. كعكة لذيذة. وقت الوجبات الخفيفة. اسمح لي يا سيدي، هذا ليس صحيحاً تماماً. لن يستغرق هذا وقتاً طويلاً. والآن اللمسات الأخيرة. رائع، يا له من رجل استعراضي. هذا لا يصدق. رشات من الورق. أين ذهبت؟ مهلاً، شيء ما يحدث. ماذا يحدث؟ مرحباً. مرحباً بكما في تحدي طعام. كنت أتوقع تصفيقاً. بالطبع، كيف نسيت؟ هل هذا أفضل؟ لنبدأ. يلا الروعة. حقاً، يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك. ماذا كنت تقول؟ حسناً، يجب أن أقوم بتزيين كعكتي. أعرف بالضبط ما يجب فعله. سأعود فوراً. هذا التاج جميل جداً، وسيكون ملكي. الجريمة الكاملة. لا يبدو هذا جيداً. نجحت. يمكن وضعه فوق الكعكة. يبدو رائعاً. لا، الشرطة. مرحباً، هل رأيت هذا الشخص؟ لا أعتقد ذلك. تصرفي بشكل عادي، لا أحد يشك في شيء. عذراً، لا يمكنني مساعدتك. سيظل الأمر لغزاً. لا توجد كعكة بعد، أليس كذلك؟ هذا غير عادل. يمكنني استخدام هذا. سأقوم بثنيها على شكل دائرة. تبدو هذه الكعكة لذيذة. سأتذوق. هذا جيد، أريد المزيد. لا أستطيع التوقف، أحتاج إلى الوصفة. حسناً، الطاهي الخاص بي هو المسؤول. رائع، هذه هي الأشياء الجيدة. هذا عرض حقيقي، أنا فخور جداً بذلك. الوقت ينفد يا شباب. يبدو أنني ارتكبت خطأ، لقد كانت لذيذة جداً. ها نحن ذا، لقد انتهيت. مرحباً، من المفترض أن أكلها. الولد الفقير يفوز. مهلاً، هذا أنا. رائع، لا أصدق ذلك. يمكنك الحصول على هذا. أحب أن أكون ثرية، أشعر بالكرم. خدعتك، كان هذا وشيكاً جداً. أنا نادم على هذا بالفعل. تحدي جديد. الجائزة الكبرى. مرحباً، هل أنتما مستعدان للمهمة التالية؟ تبدو جيدة، أليس كذلك؟ وطعمها ألذ. ماذا تنتظران؟ ماذا؟ لقد فهمت. في المقدمة. أنا أعمل مع حمقى. توقفا، فكرا ببساطة أكثر. ماذا قال؟ فهمت. سيؤدي هذا المهمة. سأبدأ بكرات الموزاريلا. هل يمكنك أن تمرر لي ورقة شجر؟ يشرفني ذلك. خذي الفرع كله. شكراً، سيضيف هذا بعض النكهة. الريحان وجبنة الموزاريلا مزيج كلاسيكي. بعد ذلك سأضع اللحم على السيخ، ثم سأضيف المزيد من الريحان. الريحان وجبنة الموزاريلا مزيج كلاسيكي. الأمر يتحسن باستمرار. أخيراً سأضيف المزيد من الجبن. إنها وجبة خفيفة مثالية، ولكنني سأنتقل إلى المستوى التالي. الذهب يحسن كل شيء. تغلب على ذلك. رائع، هذا مثير للإعجاب. لدي فكرة. سأحتاج إلى بعض الورق. دعونا نغير حجمها. أنت تهدر المال، هل تعلم؟ ماذا الآن؟ مهلاً، لدي فكرة. سيكون هذا مؤلماً. أحتفظ بقلم رصاص هناك لحالات الطوارئ. حسناً، لنعمل. ستكون هذه مكوناتي. حان الوقت لإضافة بعض الألوان. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك. كيف تزرق؟ أعتذر على ذلك. سأقوم بتلوين هذا الجزء باللون الأحمر. أنا مستمتع بهذا، إنه مهدئ للأعصاب. الآن سأضيف المزيد من المكونات. تبدو كوليمة. بعد ذلك سأقوم بقصها. قص قص. ماذا يحدث هناك؟ انظروا، إنها أشبه بحفلة شواء. السماء مليئة بالدخان. لا أريد حرقها.
لقد تم طهيها على أكمل وجه. يمكنني تزيينها. لقد انتهيت. ها، يبدو ذلك رائعاً. أريد تجربة واحدة. يمكنك تذوق وصفاتي. يبدو هذا عادلاً. هذا مذاق مثير للاهتمام. إنه يبدو كالورق. يبدو هذا لذيذاً. رائع، إنها حفلة طعام لذيذ. مدهش. انتظر، هل أكلتها كلها؟ كيف جرأت؟ عد إلى هنا. اتركيني وشأني، علي الاختباء. ها، إلى أين ذهب؟ لقد اختفى للتو. لقد نجحت. وجدتك. أنا مرهقة، أكره التمارين. أين الطعام إذن؟ هيا. حسناً، بخصوص ذلك، هذا أمر مخيب للآمال للغاية. ميندي تفوز. كنت أعرف ذلك. أحتاج إلى تحسين عملي. يوجد مقهى جديد في المدينة. يبدو جيداً. جربوا المقهى الجديد الخاص بي. بالتأكيد يا صديقي. شكراً. هو من هذا الطريق. انظروا يا شباب، لا تفوتوا الفرصة. أعطيني ذلك. لقد رأيتها أولاً. اتركيها. انظري ماذا فعلتي. يلل. ها، يبدو هذا رائعاً. ها، أين نحن؟ وما الذي ارتديه؟ أبدو بمظهر جيد. أنا أبدو مثل المشردين. هذا غير عادل. هم، ماذا تريد؟ أوه، هذا لك. أعطيني هذا الطعام المميز. بالطبع، بالهناء والعافية. هو يبدو هذا جيداً. أحتاج إلى النقود. رائع، أنا مفلس. الأمر يستحق المحاولة. لا أعتقد ذلك. أبعد هذا عني. الآن ماذا سأفعل؟ قد يساعدني هذا. الآن بدأت تفهم. شكراً لك يا سيدي، سأطلبه الآن لك. تفضل، الدونة اللذيذة قادمة قريباً. إنها طازجة. أعتقد أنك ستستمتع بها. أتمنى أن تنال إعجابك. أعني أنها تعجب الجميع. تفضل. شكراً، سأحاول تذوقها. إنها هشة. أنا أحب هذا الجزء. هاو، أين نحن؟ أنا مشوش للغاية. أنتما انظرا هنا، حان وقت تحدي طعام. هاو، يبدو هذا جيداً. أنت انظري إلى ذلك. إنها لي. تفضلي أنت. لا، أنا أصر. من فضلك افتحي أنت. لا أستطيع. هل تمزحان معي؟ ارفع. إنه يجعل الأمر يبدو سهلاً. هيا بنا. بيتزا، تماماً كما كانت تفعل أمي. تذوقي. لا أعتقد ذلك. مرحباً، أريد أن أطلب بيتزا. هاو، لقد وصلوا. أنت تستحق إكرامية. يمكنك أخذ هذا أيضاً. بيتزا، إنها المفضلة لدي. هذه هي البيتزا التي تفضلينها؟ ابتعد. حسناً، صندوق. أتساءل عما يوجد بالداخل. أحتاج إلى فتحه. أنت، هذه لي. هذا أمر مهم، أحب المفاجآت. ها؟ أوه، لقد فهمت. ماذا يحدث؟ ماذا تفعل؟ آسف لذلك. أنت، انتبه. ماذا تفعل الآن؟ سوف تكتشفين ذلك قريباً. علي تلوين قطعة الورق المقوى هذا. لقد أوشكت على الانتهاء. حسناً، يجب أن يفي ذلك بالمطلوب. لقد صنعت مقلاة. الآن يمكنني إعداد عاصفة. لقد حصلت على قاعدة البيتزا الخاصة بي. بعد ذلك يمكنني إضافة الإضافات. سأبدأ بالطماطم. أنا من أشد المعجبين بالبيبيروني. إنها تحتوي على كل ما أحبه. أعتقد أنها جاهزة. هو، إنها ساخنة. هل يمكنك المساعدة؟ أين البيتزا؟ إنها قادمة. ما رأيك؟ حسناً، هذا صعب، لكن تايلر يفوز. رائع، لا أصدق ذلك. هناك حل واحد فقط، سأقايضك. أو لقد حصلت على صفقة. إنها لامعة جداً. حسناً، يعني هذا أن ميندي هي الفائزة. كنت أعلم ذلك. وهذا ليس عادلاً. لا يزال لدي هذا. جاهز، انطلق. أنا فزت. وقت إعادة المباراة. أنا في طريقي إلى النجاح. مرة أخرى. أعطيني نقود. هذا رائع. رائع. يمكنني فعل ذلك. أريد بعض الرامن. معكرونة لذيذة وشهية. مستحيل، إنها نودلز. إنها ملكي، كلها لي.
رائع، أنا سعيد جدا. المزيد، أريد المزيد. أنت توقف. عفوا، آسف، هذا ما أبحث عنه. إنها سعادة في فنجان، أنا متحمس جدا. من الأفضل إزالة الصلصة، سأحتفظ بذلك حقا. التتبيل مهم، هذا كل شيء. سأحتاج إلى الماء. لذيذ. نضعه هنا. الآن إلى الجزء الممتع، يمكنني إضافة المكونات الأخرى. كل شيء مهم يجعل هذا الأمر أفضل. بعد ذلك سأضيف الصلصة، سيمنحها هذا مذاقا رائعا. أنا أحبها حارة. هذا كل شيء، والآن أنتظر. لقد حان دوري، سوف أخذها. يسعدني التعامل معك. دعونا نفعل ذلك. سأحتاج إلى صانع المعكرونة. تمنوا لي التوفيق. هاو، لقد نجح الأمر. لدي قطعة صغيرة من المعكرونة، أحتاج إلى حشوة. سأبحث عن الأحجار الكريمة، سأضيف إليها المزيد من المعكرونة. الآن سأضغطها معا. حان وقت طهيها. أحتاج إلى وعاء من الماء الساخن. لا ينبغي أن يستغرق هذا وقتا طويلا. من كان يعلم أن الطبخ ممتع؟ يجب أن أجرب ذلك كثيرا. علي تقليبها أثناء الطهي. هكذا تماما. أعتقد أن طبق الرامن الخاص بي أصبح جاهزا. انظروا إلى ذلك، سأضعه على طبق. رائع، لعابي يسيل، يحتاج إلى البيض. ماذا عن الجمبري؟ لا أستطيع أن أنسى الأعشاب. يتعلق الأمر كله بطريقة التقديم، إنه عمل فني. تم طهي المعكرونة، سأحاول تذوق واحدة. لذيذ جدا. هذه الرائحة رائعة. إنها كذلك بالفعل. هذا قرار صعب. لا أعرف. تايلر يفوز. أنا هوهو. أنا أعظم طاهٍ على الإطلاق. إنه تعادل. أحسنتما. هل سمعت ذلك؟ صافحيني. رائع. انقر اعجاب واشترك لمزيد من الفيديوهات الرائعة.